طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين، وكل سنة وأنتم طيبين. اليوم إن شاء الله يسرنا أن نستضيف دكتور ميسر عيسى محي الدين، المحاضر الأول أو الأستاذ المساعد في قسم هندسة النفط جامعة بتروناس التكنولوجيا في ماليزيا، وهو سيرتيفايد أكتيف ليرنينج انستراكتور. والمحاضرة بتاعته بعنوان تجربتي مع التعليم الهندسي، التعلم الفعال والمبتكر. My experience with engineering education, effective and innovative learning. ويسرنا برضو أنه نستضيف عدد من الزملاء الآخرين موجودين معنا هنا في الجلسة. الجلسة دي مبثوثة عبر مجموعة الباحثين السودانيين في الفيسبوك. لو في أي سؤال الناس الحضور هنا في الجلسة ممكن يستخدموا خاصية رفع اليد في زوم. لو في أي سؤال في الفيسبوك الناس تحطه في الكومنتس ونحن هننقله هنا إن شاء الله لدكتور ميسرة. فشكرا جزيلا لك دكتور ميسرة، كل سنة وأنت طيب. تفضل، الفلور از يورز. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. اوكي نعم اوكي لا 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 واضح الشاشه ظاهره تمام كله أوكي. تمام تفضل طوال. اوكي، مره ثانيه السلام عليكم وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله قبل ما نبدا ندعو ربنا سبحانه وتعالى يجنب يرفع الوباء والبلاء عن البلد ويجنبنا هذا الوباء، وان شاء الله ربنا يعيد علينا العيد وكلنا سالمين وتامين. اوكي، دي اول تجربه لي في هذه المنصة. نسأل الله أن يجزي خيرا القائمين عليها، خاصة أخونا أنور رفع الله، ونتمنى أن تكون بداية لسلسلة من يعني سيشنز معكم. فده التايتل My Experience with Engineering Education. هي My Experience عشان كده يعني هضطر مرات أتكلم كثير عن نفسي أنا عملت شنو، فبس عشان نوري الناس إنه في يعني بالنسبة للإنجينير بالذات في كارير تاني very يعني interesting اللي هو engineering education، ممكن الناس يمشي عليه، خاصة نحن في الهندسة يعني عندنا مشكلة كبيرة مرات كده لما نشوف السوفت sciences دي يعني it is inspired us. فأنا بحكي تجربتي ك يعني زي نصائح للآخرين في مجال الهندسة. اوكي، this presentation outlines. أول شيء بحاعطي introduction عن engineering education, introduction to effective and innovative learning, active learning implementation, then my experience with Philip Glass implementation. أنا طبعاً الفيليب كلاس هو واحد من الactive learning method هنتكلم عنها كلها، لكن في الفيليب كلاس أنا عندي تجربة خاصة هنحكي عنها بالتفصيل. بعدين حنمشي للـ student assessment والـ outcome based education، واخيرا Q&A session. قبل ما ابدا as maybe I'm the first one from UTP to share session with you، فحاطي بعض المعلومات عن عن جامعه UTP University of Technology Petronas. السلايد ده بيعطي زي facts and figures about الجامعة. هي جامعة جديدة نوعا ما، لكن it is progressing يعني لغاية الآن ماشي في الرانكينج كويس، وعندنا شغل يعني كويس في مجال الريسيرش وفي مجال الإدوكيشن بصورة عامة. فما حاكي بالتفصيل، لكن لما نجي في الشغل اللي عنده علاقة بالبرزنتيشن بتاعي، المهم هذا السلايد بيوضح تاريخ إنشاء الجامعة وعدد البرامج فيها وعدد الكليات والأشياء دي. في بعض الستاتيستيكس ممكن الناس ترجع عليها. هنا ده آخر رانكينج بتاع الجامعة. اللي بيهمنا هنا إنه في الورلد وايد رانكينج كانت نمبر 482. فبالنسبة للجامعة لسه عمرها ما يمكن 20 سنة، يعني نتيجة كويسة جدا. وفي الباي سبجكتس نحن في الكيميكال انجينيرنج نمبر 221، وفي السنه دي في البترول انجينيرنج اللي هو ماي ديبارتمنت كان وورلد وايد رقم 42 بالنسبه للبترول انجينيرنج اند مايننج وورلد وايد.
يعني كان انجاز، الجامعه الوحيده اللي خشت في اول القسم الوحيد في ماليزيا دخل فيها 50 الاوائل. طيب وزين يو تي بي انا بهمني هو عندنا سنتر اسمه سنتر فور اكسلنس، فور اكسلنس ان تيتشينج اند ليرنينج سيتال. اوكي ففي سيتال ده انا يعني ما تابع لسيتال لكن عندي شغل كثير مع سيتال، يعني انا واحد من التشين ايجنتس في سيتال في التيتشينج اند ليرنينج. عندهم حاجه اسمها تشين ايجنت، من كل ديبارتمنت عندهم 1 اور 2 بيمثلوا الديبارتمنت. في نفس الوقت انا بروجريسنج في الشغل بتاع الانجينيرنج اديوكيشن ريسيرش، ويعني ام سيكيورينج جرانتس اون ببلشنج و ام سيرتيفايد active learning instructor also associate active learning instructor by UTM. ف يعني بديت الشغلانه دي 2016 لغايه الان يعني ماشي كويس. ف يعني بعدين هحكي تجربتي ان شاء الله بالتفصيل لو الزمن سمح. طيب دي اهم المهام بتاعه السيتال. اوكي system and structures in managing teaching and learning رقم واحد. نمبر 2 by positioning educators at level 4 via CETAL اللي هو level 4 ده اعلى level بالنسبه للeducators هتكلم عنه برضه بعد شويه. الحاجه الثالثه اللي هو الactive learning implementation، وده بيتكون من الactive learning الcooperative learning الblended learning والflipped classroom والproblem based learning وكله يعني اي حاجه تحت الactive learning. واخر حاجه اللي هو الامباكت اوف ليرنرز اند تيتشرز في ال 21st century مود. هنا برضو بوضح انه يعني التارجت انه لما يجوا الطلاب من الثانوي فبيحصل لهم ترانسفورميشن عشان يكونوا ريدي فور جوينينج ذا جوب. هو الكلام ده بتم في تو روت، الروت الاول هو ستودنت اكسبيرينس والروت الثاني اللي هو ستودنت ديفلوبمنت. اللي هو ستودنت ديفلوبمنت ده اللي هو الخاص بالسوفت سكيلز والجلوبال سكيلز والاشياء دي. فما حاتكلم كثير لانه ده كله ده كمقدمه بس عن الجامعه يعني للناس اللي ما سمع بيو تي بي قبل الان. طيب نحن لما نتكلم عن انجينيرنج اديوكيشن، وات از انجينيرنج اديوكيشن وات از سبيشال ويز engineering education لو قارنا مع اي تعليم اخر. الحاجه الخاصه اللي بتخلي engineering education يعني في what is special in it. ف engineering education بصوره عامه لو قارناه بالميديسين والسوشيال ساينس وكل الاشياء دي هو اعتباره جديد ولغايه الان يعني هو ما not well established. يعني الانجينيرز كإنجينيس كمسمى بدوا في القرن التسعتاشر، أوكي 19th century. قبل ذلك كان في أوروبا في الإنجينيس، لكن أعتقد نقلت في لأمريكا. وطبعاً نحن أي حاجة لما نتكلم عنها we refer to US. ففي US بدأ في نهاية القرن التسعتاشر، وكان بدأ في شكل حرفيين. يعني الإنجينيس كانوا زي ناس التلمذة الصناعية الآن والحرفيين وشغل كله بتاع ورشوب، ولغاية ما لغاية بداية القرن العشرين. بعد ذاك في بداية القرن العشرين يمكن 1920 and after بدوا يغيروا في المود بتاع الـ engineering education من الشوب اللي هو الشوب based اللي هو يعني more technical للـ science based. وده نتيجة لتأثير بعض العلماء الاوروبيين اللي جو من اوروبا من اوكرانيا من هنغاريا ومن الدنمارك من بعض الدول. فديل عملوا انجكشن كبير للساينس في بعض المواد بتاعت الانجينيرنج خاصه زي الفلويد ميكانكس يعني الفاندمنتالز انجينيرنج سبجكت. فبقى الشغل اغلبه عباره عن ساينس. حتى في مقوله بقول واحد من الجماعه قال وي كان نوت ديفرينشيت بين ذا انجينير اور ان ساينتست في الفتره دي. فالكلام ده استمر لغايه 1970، وبعد 1970 الموضوع ده يعني ده جدا. بعد 1970 بدا ريفيرس الدايركشن تورس البراكتيكال مور براكتيكال لغايه 1980
80 بدا الكلام ده shifting from science to practice، وبدا يدخل الشغل بتاع الفريشمان ديزاين اللي هو ده بروجكت بيعطوه في السنه الاولى في امريكا بالذات، والكابستون ديزاين. الكابستون ديزاين ده اللي هو زي بروجكت جروب بروجكت في دايما بيكون في السنه قبل الاخيره، و يعني مثلا بيختلف من ديبارتمنت لديبارتمنت. مثلا عندنا في يو تي بي في البترول عندنا حاجه اسمها الاف دي بي اللي هو كوم جروب بروجكت، الاف واي بي اللي هو فاينل اير بروجكت عندنا انديفيديوال اي طالب برا، لكن لازم يكون في كابستون بروجكت وفي اللاب بيست او الاكسبيرينس بيست ايدوكيشن. كل الاشياء دي بدات في القرن نهايه القرن العشرين، ومتوقع انه كل ما مشينا اللي قدام بعد القرن 21 المفروض نمشي اكثر ل الشغل بتاع البراكتس. ليه؟ لانه اغلب الشغل بتاع الفاندمنتس كله بقى عنده متخصصين وفي تولز بتادي له، فالانجينير ما يعني ما مطلوب منه يكون مثلا فيري فيري ديب نوليدج اباوت مثلا فاندمنتال سبجكتس زي الستاتستكس مثلا الاشياء دي. حتى الشغل المواد اللي عندها علاقه بالانجينيرنج برضه متوقع مثلا زي الفلويد ميكانكس متوقع انه نمشي في القرن ال21 ده في الجاي، فنمشي مور تووردز البراكتس. ف ده ليه؟ لانه السوق متطلبات السوق كده، السوق بقى بيتطلب انه الانجينير ما يكون انجينير فقط، المفروض يكون انجينير وعنده other skills اللي هو soft skills والglobal skills هنتكلم عنها برضه. ف يعني ما عايزين زول يكون فاهم جدا في مجاله وما عنده السكيلز الثانيه. فعشان كده الشغل بتاع الفندمنتس متوقع إيه. فالكونكلوجن انه الانجينيرنج ايدوكيشن هو جديد مقارنه باي علم ثاني، فعشان كده هو ستيل ايفولفينج يعني ما نوت ستيل نوت ويل استابليش. والانجينيرنج ايدوكيشن كانجينيرنج ايدوكيشن احنا نتكلم عن الانجينيرنج هنا ايدوكيشن عن التعليم بتاع الهندسه. الانجينيرنج ايدوكيشن هو يعني النظريات بتاعت التعليم ذاته بتاعت الهندسه، يعني كيف نخلي الانجينير ايدوكيشن مور بينيفيشال. اوكي ده اللي هو ده تخصص جديد اللي هو اسمه انجينير ايدوكيشن، بدا في الخمسينات في المانيا وبعد ذاك انتقل لامريكا مؤخرا. ويعني ده هم انجينيرز لكن بيدرسوا في النظريات بتاعت الإديوكيشن في وتطبيقها في الإنجينيرينج إديوكيشن. فعندنا تو يعني تو تيمز وي نيد تو ديفرينشيت بتوين. اوكي عندنا الإنجينيرينج إديوكيشن، عندنا إنجينيرينج ذا إديوكيشن. الإنجينيرينج إديوكيشن اللي هو تطبيق نظريات التربية والتعليم اللي هو اسمها بيدوجوجي اند إديوكيشن ساينس، تطبيقها في الانجينيرنج. وفي حاجه ثانيه اللي هو انجينيرنج ذا ايدوكيشن. انجينيرنج ذا ايدوكيشن نطبق الكونسبت بتاعت الانجينيرنج في الايدوكيشن، يعني ده ممكن ناس الايدوكيشن يشتغلوا ممكن ناس الانجينيرنج يشتغلوا. فبالنسبه للانجينيرنج ايدوكيشن يعني الان مور ماتور لو قارناه بانجينيرنج ذا ايدوكيشن. الانجينيرنج ذا ايدوكيشن زي ما قلت ناخذ الكونسبت والثيوريز بتاعت الانجينيرنج ونطبقها نعمل ريسيرش في الايديوكيشن. وده فيه تو كاتيجوريز. اوكي اللي هو في مرجع هنا، المرجع ده محمود عبد الواحد. محمود عبد الواحد ده بالمناسبه في قطر، هو جامعه قطر ويعني متمكن في الشغل بتاع الانجينيرنج ايديوكيشن والشغل بتاع الانوفيشن والانتربرينور شيب، دي كلها الان بقت انتر ريليتد ساينس. ومن الدول الماشيه كويس في الشغل ده اللي هو سنغافور. اوكي فيعني ستيل نيو يعني نوت فولي امبلمنتد ات. اوكي ففي تو كاتيجوريز. الكاتيجوري الاول تستخدم الاي سي تي تولز وتعمل لها انجكشن في البيداجوجي او الايدوكيشن ساينس ثيوري، وده برضه في شغل كثير. لكن الكاتيجوريز نمبر 2 حسب الريفرنس انه نستخدم الانجينيرنج والماثماتيكال ميثودز في الـ education theory
اللي هو الريسيرش في الاريا دي، وده لسه برضه فيه شغل كتير جدا ممكن الناس تتجه ليه. والشغل الاخير ده كان انجينيرز اديوكيشن، ده غالبا بيكون انجينيرز بيعمل ريسيرش في الشغل بتاع الاديوكيشن اللي هو نوت في الاديوكيشن ان اول في الانجينيرنج اديوكيشن يعني بصوره خاصه. ففي دكتور عنا في الانجينيرنج اديوكيشن ريسيرش هو عباره عن ابلكيشن بتاع البيداجوجيكال ثيوريز والاديوكيشنال اند سوشيال ساينسز في الانجينيرنج. وهنا المخطط ده بوضح نحن هنعمل ابلكيشن للاشياء دي اللي هو الاشياء هنا في الانجينيرنج اديوكيشن عشان نتحصل على عشان نعمل انجينيرنج اديوكيشن ريسيرش. اوكي، وزي ما قلت انجينيرنج اديوكيشن ريسيرش بصوره عامه والانجينيرنج اديوكيشن بصوره عامه هو جديد. اوكي، هو جديد بدا في المانيا في 51، والغريب في حسب الليترشر في امريكا اول ديبارتمنت متخصص في الانجينيرنج اديوكيشن سنه 2004، يعني حاجه قريبه. واكوردنج للليترشر برضه لغايه 2008 world wise is only very few hundreds of PhD holder. عشان كده هو مجال يعني ممكن الانجينيرز يتجهوا له خاصه في السودان. فقبل تكلمت عن انه التارجت بتاع السيتال انه تو شيفت الليكشرر فروم ليفل 0 تو ليفل 4. اوكي، اللي هو ده بيوضح ليفل 0 لليفل 4. ليفل 0 هو اللي هو ده التراديشنال تيتشر اللي احنا بنعرفه. لو ملاحظين هنا الريفرنس استخدم تيتشر انستيد اوف ليكشرر طبعا ولا فاكولتي ستاف ولا الاشياء دي، ده عشان يديك السنس بتاع انه انت مهما عملت بما انك انت اديوكيتر فانت تيتشر، ما عندك فرق بين اي تيتشر بتاع مدرسه، لانه التارجت بتاعك نوت الانجينيرنج لكن الإدوكيشن. You are producing human being. Okay. فوإذا you are teacher or lecturer or everything, you will go the same. I mean the same path from level zero teacher اللي هو ده ما بيعمل أي حاجة، اللي هو ده بيشتغل شغل passive. و level one اللي هو ده effective teacher ده بيكون بدأ يعرف عن teaching theories وال practices. ليفل 2 الاوتكم بيز تيتشر اللي هو ده بيستخدم الاوتكم بيز اديوكيشن فولو الاوتكم بيز اديوكيشن. و ليفل 3 السكولاري تيتشر، وليفل 4 اللي هو الانجينيرنج اديوكيشن ريسيرش اللي هو اخر مرحله. انت لما تصل المرحله بتاعت تدو ريسيرش انجينيرنج اديوكيشن خلاص بقيت في اللي هو هايست ليفل اب تو ناو، يعني ده الهايست ليفل. فدي التشيك ليست عشان تصل لليفل 4. اوكي، سو يعني up to now I'm involving in all، يعني لغايه الانجينيرنج اديوكيشن عندي publication في الانجينيرنج اديوكيشن، في الريسيرش عندي 3 total project. total هو اختصار ل scholarship of teaching and learning. البروجكت في الاديوكيشن بيسموه scholarship of teaching and learning، لكن هو عباره عن research grant زي اي research fund. يعني طيب what is different, what is make us to think about this, I mean engineering education, why we not want to shift from traditional education into new education. الكلام ده بدأ يمكن من بدري، لكن النظريات بدأ التطبيق بتاع النظريات بتاعت الeducation في الengineering بصورة يعني ملموسة أكتر بعد السبعينات. أول واحد فكر في الموضوع ده اللي هو اسمه جون ديوي أمريكي، كان سنة قبل الخمسينات، اللي هو ده وضعوا نظريات زي خمسة كده، بدوا يتكلم عن الكلام بتاع الأكتيف ليرنينج، إنه الشخص الأكتيف يعني الشخص لما تعلم وتعليم أكتيف بيختلف من الباسيف. يعني بعد شوية هنتكلم فرق بين الأكتيف والباسيف، لكن يعني هنا اللي عايز اقوله انه
الخلى الشغل ده في الفتره الاخيره تو اكسباند انه الجنريشن بتاع البعد وايجن اللي هو اسمه الميلينيالز اللي هو من مواليد 1980 لغايه الان بيختلفوا من الجنريشنز الثانيه. ففي اتريبيوتس كثيره يعني ما اقدر اتكلم عنها بتخلي لو كلها عندها علاقه بتغير طبيعه الحياه. وعشان كده الواي اوف ثينكينج برضه يتغير بالنسبه للجنريشن الحالي اللي هو الواي جين او الجين واي والجين زد والجين الفا. الجين الفا ديل اللي هو لغايه الان، لكن الان لغايه الان عندنا في اليونيفرسيتيز عندنا الجين واي والجين الجين زد اللي هو ده كلهم بعد مواليد 1980. فالواي اوف ثينكينج بيختلف من الجيل القديم بتاعنا، ففي اتريبيوتس كثيره مختلفه. بعد ذلك الحاجه الثانيه الهايرنج اتريبيوتس ذاتها اختلفت. يعني زمان زي ما قلنا في زمان الناس بيهتموا بالشخص الفاهم جدا في مجاله، فده بسموه اللي هو الاي شيب. الاي شيب يعني شكله زي الاي يعني زي الدرباكين كده. احنا في السودان يقول لك الزول حفار، حفار معناه ماشي في اتجاه واحد، او يقول لك مجدده. مجدده يعني حافظ فاهم شغله ده فهم شديد. فده زمان كان مطلوب، لكن الان نحن عايزين مع الفهم ده يكون برضه عنده السكيلز الثانيه اللي هو السوفت سكيلز والجلوبال سكيلز. اوكي، ولغايه الان مثلا في السودان مثلا الناس كلها بتهتم بالهارد سكيلز والسوفت سكيلز فقط، لكن بسايز ذات ذا ليتست 3 دي جلوبال انجينيرنج كومبتنسيز في المفروض نهتم ب واتس كولد الجلوبال سكيلز. اللي هو الجلوبال سكيلز ده اللي هو عنده اللي هو عنده علاقه بالايكونومي، بالبوفرتي، بالسستينابيلتي والاشياء المصطلحات اللي بدات تظهر اخيرا. فده بيخلينا انه وي نيد تو تريت ذس current generation differently. Okay, because نسبة لطبيعة ال generation ونسبة لمتطلبات سوق العمل. فمن هنا بدأ الشغل بتاع ال active learning زي ما قلت بدأ في السبعينات، لكن أخيرا يعني it is expanding very fast. Okay, وفعلا في 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 measuring tools وفي measuring evidences يعني اثبتت انه الاكتيف ليرنينج بالنسبه للجيل الحالي يعني مور افكتيف في الانجينيرنج اور في الادوكيشن بصوره عامه. اللي هو الكلام ده بينطبق على كل الادوكيشن، لكن الانجينيرنج ادوكيشن بصوره خاصه بيختلف. اوكي، طيب when we talk about effective and innovative or active learning, what we are thinking about, we need to shift from what is called passive learning to active learning. الفرق بين الاثنين، الباسيف ليرنينج الادوكيتر از ادوكيتر سنتر، يعني الاستاذ هو او الليكشرر او وات ايفر بيكون هو السنتر بتاع العمليه التعليميه. اوكي، هو الاونر بتاع الكلاس. بعدين وان واي، يعني الاستاذ بيتكلم والطلاب بيسمعوا. No instantaneous assessment، يعني ما في feedback، ما في reflection، ما في الأشياء دي. No reflection، no interaction or engagement، no okay one two three four five. المهم ده ال active learning عكس طوالي اللي هو عبارة عن student center which is two way instantaneous assessment and feedback. There is self students and peer reflection. Self reflection يعني أنت المفروض تعمل reflection عن نفسك. برضو المفروض students to reflect about the lecturer. Your colleague should reflect about you. Okay. This is a must for active learning. Okay. There is interaction and there is engagement. Okay. And learning styles are considered. Okay. Learning styles meaning يعني أي شخص عنده preferring لطريقة معينة to receive a knowledge or information. ففي some theories or some measurement tools عشان تعرف who prefer which method of مثلا في ناس visual learner. اوكي، في ناس
verbal learner يحبوا يسمعوا فقط، في ناس لازم يشوفوا اوكي، في ناس active learner، في ناس reflective learner. active learner يعني لازم يعمل حاجة أو يشوف حاجة قدامه. في ناس reflective، reflective بيحب يتأمل ويفكر في ويقرأ بحاله، فدي is considered في الactive learning. فهذا الفرق بين الباسيف والactive learning. فيا جماعة البتاعة دي sharing session، فلو في أي سؤال ممكن يعني تعمل interruption في أي وقت، لأنه أنا حاسس كده زي بتكلم مع نفسي. okay. So what directions we need to move؟ في يعني هنا السلايد ده ملخص لكل النظريات بتاعت في الليتريشي او اغلبها اوكي. فبالنسبه للمودلز بتاعت الليرنينج ففي تو مودلز اوكي. الموديل الاول اللي هو ده ببلش باي ليلا سميث 1975، فقالت انه وي نيد تو شيفت فروم ذيس فور ايت موديل to let it flowing around model. For it model ده زي نحن بنسموه اللي هو عنده اسماء ثانيه زي spoon feeding، في ناس بيسموه banking model، اللي هو انت بتكبل للشخص الحاجه في راسه وهو بعد ذاك فهم ما فهم، اللي هو يعني he digest some وبعد ذاك الباقي بيكون نساو اوكي. فده اسمه البور، في ناس بيسموها البانكينج موديل، زي اللي انت خطيت ترانسفير ماني لعقله وبعد ذاك يعني كونسيوم هاو ماتش از نوت امبورتنت فور يو. المهم ف يعني ما في انتراكشن بين الليرنر والاديوكيتر، عكس الثاني اللي هو ليت ات فلوينج اراوند موديل. ليت ات فلوينج اراوند لو لاحظنا عليها في انتراكشن بين الليرنر والاديوكيتر، وفي انتراكشن بين الليرنرز ذم سيلف، يعني انت بتتناقش مع يور بير ستودنتس ذم سيلف ديسكاسينج ذم سيلف، وفي نفس الوقت في شيرينج مع الادوكيتر. فهنا من هنا بتحس انه في اكتيفيتي اوكي. الاكتيفيتي ما مقصود به انه الكلاس اكتيف يعني في حركه وفي، لكن في ديسكشن في اشياء زي دي. ف الحاجة الثانية فنحن عايزين to move from this one to this one. الحاجة الثانية according to اللي هو إدجار ديل، اللي هو إدجار ديل في 1962 عمل what is called cone of learning. Okay, cone of learning اللي هو يعني لو اعتمدنا على القراءه فقط we can remember only 10% of what we read okay. وده بيمشي تحت لغايه ما نصل ل up to 90%، ده لو خلينا الطالب to teach his peer او ادينا فرصه to teach whoever to teach okay. فهنمشي من الريدنج للهيرنج للسينج لل الواتشينج، لغايه الواتشينج هي كان ريتين اب تو 50% اوكي. لكن لغايه الواتشينج ذيس كونسيدر باسيف ليرنينج اوكي. فور اكتيف ليرنينج وي نيد تو جو فيرذر اوكي اب تو تيتشينج اوكي. ليت ستودنت تو تيتش اوكي اور تو توك تو دو مايكرو تيتشينج اور تو ديسكاس ان a teaching way something like that okay. الحاجه الثالثه according to Healy in 2014 this very new theory. ف المفروض we need to increase the level of engagement okay. فال engagement بيبدا بال consultation بعد ذاك ال involvement بعد ذاك ال participation up to partnership. البارتنرشيب is the highest level of engagement. البارتنرشيب ده معناه شنو؟ معناه الطالب يبقى شريك للاستاذ. الاستاذ يدي he can assign some work of teaching to students. Not يعني real teaching. Not like seminar something like that. يعني يدي real teaching job وممكن يناقشوا فيه ال curriculum design الاشياء اللي عندها علاقه بالديبارتمنت. فالستودنت بيبقى collaborator ل
الفاكولتي وللديبارتمنت وللانستتيوشن او للانستتيوت. فده البارتنرشيب. فلو حصلنا البارتنرشيب نحن البارتنرشيب ده ليفل دائما تارجتد بالنسبه للبوست جرادويت ستودنتس. اوكي بالنسبه للاندر جرادويت وي نيد تو think about to go up to participation. Participation اللي هو يكون ال student decision taker, يعني بيبدأ بالconsultation, بيكون الطالب يعني ممكن يعبر عن ال ideas, عن ال concerns والأشياء دي. ال involvement take more active role. ال participation بيكون بياخذ role, يعمل discussion ويكون decision takers. This should be our target in active learning. الحاجة الأخيرة زي ما قلت, we need to shift from I shape to T shape. طيب, the big picture is like that. Okay, عندنا في ال institution or في an institution, majority of universities are adopting this what's called OBE, outcome based education. ال OBE باختصار إنه we should think about what student should be able to do, not what student can get from reading. Well, يعني we should not think about the knowledge itself, but the ability بتاعته أو the skills بتاعته the student. يعني الحاجة بتديها له دي بتخليه يعمل شنو مستقبلا. ف بيكون عندنا بالنسبة للeducator او كالكشرر كالكشرر لسبجكت معينه, انت المفروض تكون عارف السي ال او اللي هو الكورس ليرنينج اوت كم بالنسبه لهذا الكورس, وتعمل اللاين مين للشغل بتاع التيشنج مع الكورس ليرنينج اوت اللي هو بيكون عندك انتندد ليرنينج اوت كمز. الطالب ده المفروض يصل لشنو, يعني الكورس دايما بيكون فيه ثلاثه او اربعه ليرنينج اوت كم ليرنينج اوت كمز. ف المفروض الانستراكشنز بتاعتك اللي هو teaching او delivery والassessment تكون in line with intended learning outcome or course learning outcomes. Okay, for how to achieve that you need to be innovative in the teaching of the assessment. في teaching you need to implement active learning, cooperative learning, Philip classroom, problem based learning, blended learning. اوكي اللي هو الاشياء دي اي واحدة داير لها يمكن ورك شوب عشان نشرحها, لكن ده بصوره عامه اللي هو الكلاس شود بي اكتف. اوكي في الاسسمنت برضه يو نيد تو بي انوفيتيف في الاسسمنت, وي شود نوت ثينك اباوت ذا اسسمنت از ميجرمنت فور ذا ليفل اوف اندرستاندينج, لكن المفروض هو يكون وسيله للليرنينج نفسه. يعني ما زي مثلا في السودان احنا بنهتم بالنتيجه النهائيه بتاع الطالب, الامتحان النهائي فقط. المفروض يكون في كونتينوس اسسمنت, والكونتينوس اسسمنت ده يكون الغرض منه تو امبروف او تو دو وات از كولد كواليتي امبروفمنت للطالب نفسه, تشوف الجاب وين وتحاول تسده. اوكي سو اني كويستشن. حاليا ما شايف اي سؤال دكتور, لكن الاسئله في الغالب تكون بعد ما تكمل البرزنتيشن. شكرا جزيلا. اوكي سو في طرق كثيره يعني ممكن نخلي بيها الكلاس اكتف. اوكي فانا اخترت كم طريقه وهشرحها يعني بعد كده, وممكن نفصل في ما يحتاج تفصيل. الطريقه الاولى اللي هو اسمها البوك اندز ابروتش باي سميث 2007. اوكي فسميث بيقول ايش؟ بيقول الكلاس يعني ده بالنسبه ل 1 اور كلاس. اوكي دائما الكلاس المفروض يكون 1 اور اور ليس. الايديال كلاس شود بي 50 مينتس, يعني حكايه ساعتين ثلاث ساعات دي ذاتها مشكله. اوكي ليه؟ لانه along the way الطالب يبدا يفقد اللي هو عندنا حاجتين, عندنا الاتنشن بتاع الطالب اثناء الكلاس والريتنشن بتاع الطالب الحاجه اللي ممكن يتذكرها بعد الكلاس. فإذا أخذنا مثلاً 50 minutes نحن بنهتم بالريتينشن أكثر.
okay, what students can retain after 2 weeks. Okay, فلقينا ال student can retain up to 70% في بداية اللي هو الزمن الأول لغاية مثلا 10 to 15 minutes. ده ممكن, لكن مع الزمن بعد الطالب بيبدأ بيفقد الاتنشن, وبالتالي ما بيحتاج ما بيقدر يتذكر بعد أسبوعين أخذ شنو. فالترين بتاع الريتنشن اللي هو ده اللي هو ده اللاين ده, ما عارف انتوا شايفين الكيرزر. اوكي يلا نحن عايزين تو شيفت ذيس لاين اب. اوكي وي نيد تو مينتين ذا ريتنشن. اوكي هاو تو مينتين ذات, وي نيد تو تيتش ماكسيمم 10 تو 15 مينيتس اوكي اور 10 تو 12 مينيتس. يعني الكلاس بتاعك المفروض تقسمه لسيشنز. اوكي بتبداوا باول سيشن بيسموه الادفانس اورجنايزر. الادفانس اورجنايزر دي في طرق او في مودلز بتحطيها فيها. اوكي بعد الادفانس اورجنايزر بتعطي سيشن لمده 10 تو 12 مينيتس نوت مور, اللي هو ده نورمال ليكشرينج. اوكي بعد ذاك بتعطي حاجه يسموها انترميتد ديسكشن اور اكتيفيتي. بعد ذاك تعطي 10 تو 12 مينيتس لغايه ما تنتهي من الكلاس. اخر حاجه تعطي 5 تو 6 مينيتس سمري اللي هو بسموه كلوجر. اوكي فالكلاس ال 15 مينيتس بيبدا بادفانس اورجنايزر في البدايه وبينتهي بالكلوجر, وان بتوين بيكون عندك يعني تيتشنج اور نورمال ليكشرينج, وبعد ذاك اللي هو اكتيفيتيز. يلا الاشياء دي في, طيب الاكتيفيتيز دي احنا بنعملها انه الادفانس اورجنايزر المفروض تكون شنو, الكلوجر المفروض تكون شنو, الاكتيفيتيز المفروض طبعا التيتشنج ده عارفينه, ده بيعتمد على السكيلز بتاعت الليكشرر. لكن الاكتيفيتيز دي في ثلاثة انواع من الاكتيفيتيز. في اللي هو دي كلها بسموها الكوبريتيف ليرنينج. اوكي الكوبريتيف ليرنينج في informal cooperative learning وفي formal cooperative learning وفي group based cooperative learning. كل واحده من دي برضو زي ما قلت عايزه workshop. يعني انا cooperative learning اخذتها في 2 workshop, والactive learning اخذتها في 1 workshop, بعدها اخذتها في problem based learning والflip classroom, كل واحده workshop. لكن دي الفكره انه حسب البوك اند ابروتش تقسم الكلاس ل سيشنز, وتحت ليكشرر ما تكون اكثر من 12 عشان الطالب ما يفقد التركيز. فلو لاحظنا هنا اللي بيحصل شنو, لو لاحظنا الريد لاين لما الطالب الاتنشن بتاعه ينخفض بتقوم الاكتيفيتي اللي بتديها له دي بتخلي الكلاس ينشط, وبالطالب بالتالي الطالب بيبقى زي اللي بدا الكلاس من البدايه. ف باي ذات يو كان مينتين ذا ليفل اوف ريتينشن. فاذا بدا من 70% ممكن تصل ل 70%. المهم الفكره بتاع الاكتيفيتيز انه قللت الجاب بتاع اللي هو في الساعه. حسب سميث انه الريتينشن ممكن يصل لغايه 20% مع نهايه الكلاس. لكن لو لو لو, لو طبقت الاكتيف ليرنينج اللي هو بالاكتيفيتيز دي بالطريقه بتاعت البوك اند ابروتش, يو كان نور ذس اور انكريز ذا جاب. اوكي يعني ممكن تبدا ب 70 تنتهي ب 70 او 60%. فده وكل ما زدت الاكتيفيتيز كل ما مينتين الليفل اكثر. اوكي طيب نجي لكل واحده اللي هو قلنا بنبدا بادفانس اورجنايزر, بعد ذاك ليكشرينج, بعد ذاك activities اللي هو intermittent discussion lecturing intermittent discussion lecturing, تنتهي بالclosure او السمري. اوكي في طرق معروفه لكن لا عشان الزمن ما لكن ليه هنعمل كده, ليه احنا بنعمل كده. اول شيء الادفانس اورجنايزر دي عشان تهيئ الطالب, واهم من انه تهيئ الطالب you need to know the prior knowledge of the students. اوكي يعني الطالب خاصه طالب مع بدايه الكورس المفروض تعرف انه هو بيعرف شنو عن الحاجه, ويو نيد تو نو هاو تو ريليت هيز كرنت اي مين
knowledge with the prior knowledge that he already knows. Okay, we need to يعني المفروض تسهل له الكونسبتس تشوف هو بيعرف شنو. فببساطه مثلا انا قلت هنا مثلا احنا عندنا في البترول عندنا البوروزيتي مثلا. الطالب لما يقول اول حاجه يقول له البوروزيتي ما بيعرفها، لكن لما انت تربطها له بحاجه هو اوريدي بيعرفها مثلا زي الاسفنجه هنا اللي هو ده كمثال. اوكي، لكن مرات انت بتواجه بمشاكل اكبر من دي، انه الطالب ما بيكون عنده فكره نهائيه، وممكن برضو انت تعرف البراير اللي هو البري ريكويزيت سبجكت، هل هو عارفه انت قبل ما تديه الحاجه دي في اللي هو طالب الكورس؟ انت تدرس كورس، الكورس ده بيعتمد على كورس ثاني، فاول محاضره دي اهم حاجه عشان تعرف تميجر البراير نوليدج. بعد ذاك اي محاضره بتحتاج تعمل الحاجه دي، لانه البراير النوليدج بتاعت الكلاس بتعتمد على الكلاس الفات، وما كل الطلاب بيفهموا نفس الفهم. زي ما قلت في فرق في في differences في thinking ability في learning styles في كل الأشياء دي. فأنت المفروض تحاول تعرف هو عارف شنو من المحاضرات قبل ما تبدأ محاضرة. المهم الادفانس اورجنايزر دي عندها كم يعني كم وظيفة، لكن أهم وظيفة ليها to link the student to his prior knowledge. طيب كمثال، واحدة من الطرق اللي بتستخدم اللي هو hypermore focus listing. focus listing اللي لما نعطيه في بداية المحاضرة أو في بداية الكورس بصورة عامة. فمثلا درست كورس وبيعتمد على كورس ثاني، فمن الأشياء ممكن تعمل focus listing تقول له يا أخي list down up to 5 or 6 characteristics او the maximum that you can about حاجه concept معين او اكثر من concept. اوكي، ف بتعملها في البدايه الطالب يعتمد على نفسه، بعد ذاك to discuss with his peer، بعد ذاك مع الكلاس. دي واحده من دي دي دي, دي في 20 طريقه اللي هو في الادفانسد اورجنايزد انترميتنت ديسكشن والكلوجر، انا ما هتكلم عنها الليل. وبعد ذلك ممكن تستخدم your own skills. المفروض تفتش عن حاجات. مثلا من الاشياء اللي انا استخدمتها في حاجه يسموها defining feature matrix. اوكي، فدي ما بيستخدموها ك advanced organizer، لكن انا حاولت استخدمها هنا. مثلا دي بتوريك الطالب انه بيقدر يفرق بين الاشياء ال confusing. مرات مثلا فرق بين البريشر والبريشر دروب. مرات في ناس عندنا في البتروليوم الويل هيد والكريسماس تري، مرات الناس فهذا مثلا السنه الثانيه او الثالثه المفروض تعطيهم الديفايننج فيتشرز ماتريكس. دي واحده. الحاجه الثانيه انا جربتها في حاجه بيسموها الباك جراوند بروب، ده بيستخدموه ناس يونيفرستي اوكلاند، وانا جربته برضه للطلاب. ده الحاجه اوكي اللي هو بتديك سؤال وتقول لهم تجاوب حسب الحاجات دي، وبعدك تعمل اناليسيس اللي هو ممكن تعملها بالجوجل فورم، بعدك تعمل اناليسيس عشان تشوف الكلاس كم بيعرف عن الاشياء دي. لان في حاجات مرات انت الحاجه دي ممكن تعملها في البدايه، ممكن تعملها في اي ليتر. مرات كده بتحس في حاجات كده الطلاب عارفينها، فانت عايز تعرف to what extent you need to go deep في الحاجه دي. فلو عملت الحكايه دي هتعرف مرات كده you can skip، يعني خاصه لو الكورس كبير جدا. يعني البتاع اللي انا عملتها لانه كان درس كورس كبير جدا يعني، وهذا هو الكورس في تخصصي اللي هو برودكشن انجينيرنج بترول، فقمت عملتها في الاخر. في حاجات اديتها لهم كجروب اراوند، عملت لهم سيمينارات، وفي حاجات عملت لها سكيب لقيتهم اوريدي بيعرفوها، وفي حاجات عرفتها المفروض ما امشي فيها يعني ديب يعني. فده بالنسبه للادفانس اورجنايزر. اوكي، المفروض نرجع للموديل اللي هو البوك اند موديل. اول خمسه دقائق قلنا اللي هو دي الادفانس اورجنايزر، دي الاشياء اللي ممكن تستخدمها في الادفانس اورجنايزر. بالنسبه للانترميتنت ديسكشن او الاكتيفيتيز، في كم طريقه زي 16 طريقه برضو ما ها، لكن اسهل طريقه واغلب الناس
يعني بحبذ يستعملوه خاصه في الكلاسات القصيره اللي هو حاجه اسمها ثينك بير شير تي بي اس. التي بي اس اللي هو طريقتها بتخلي الطلاب اول شيء يفكر، الطالب يفكر يعطي طالب لحاله، بعد ذاك يفكر مع جاره او يتناقش مع جاره، وبعد ذاك تشير ويز الليكشرر وتشير ويز الكلاس. يعني المرحلتين الاوائل كل ما عملوه في شيرنج مع الليكشرر، المره الاخيره في شيرنج مع الكلاس. دي ما بتاخذ زمن كثير. في حاجه اسمها ادفانس انتروداكتوري فوكس ديسكشن، اللي هو دي واحده من الاشياء اللي انا جربتها برضو. مثلا ده مثال، انت المفروض توضح للطلاب المفروض يعملوا شنو، اوكي، وبعد ذاك تديهم السؤال. طيب الحاجات دي كلها بتعملها المفروض مما تيجي تبدا الكورس يكون عندك بلاننج للكورس، اللي هو حاجه بيسموها تيتشنج بلان. التيتشنج بلان دي موضح فيها اي ساعه، الكورس مثلا 15 اسبوع، كل اسبوع نقول ساعتين، تمسك ساعه ساعه، في ساعه كل ساعه المفروض الليرنينج اوت كم اللي انت داير تدرسها او عندها علاقه بالمحتوى هي شنو، والتشابتر او التايتل او وطيف الحاجه دي هي عباره عن شنو. بعد ذاك الرول بتاعت بعد ذاك الليكشرر او الفاسيليتيتر رول والليرنر اكتيفيتي، يعني انت كليكشر المفروض تعمل شنو، والليرنر او الستودنت المفروض يعمل شنو، بعد ذاك الاسسمنت المفروض يكون كيف. دي حاجات انت قبل تبدا الكورس تعملها، تديها للطلاب مع بدايه اول محاضره وتوريهم احنا هنعمل كده. دي هتسهل عليك كثير وحشيل لود كثير منك انت كليكشرر. فكمثال ماي اكسبيرينس الاكتيف ليرنينج، مثلا هنا بير ديسكشن، بدي سؤال بخلي الطلاب يتناقشوا كل واحد مع جاره، اوكي. بعد ذاك بنتقل للجروب ديسكشن، بقسمهم لجروبينج، اوكي. الجروبينج مهمه جدا، يعني الحاجه المهمه لازم تبدا بالانديفيدوال في البدايه، تخلي اي طالب، اذا كان مثلا اخذنا الثينك بير شير كمثال، هي كل الطرق بتاعت الاكتيف ليرنينج بتبدا انديفيدوال، بعد ذاك بير، بعد ذاك جروب، بعد ذاك شيرنج تو كلاس، اوكي. لكن كل طريقه بتختلف من الثانيه، في استراتيجيات مختلفه. فبتبدا بالانديفيدوال، بعد ذاك البير، بعد ذاك الجروبينج، بعد ذاك شيرنج تو كلاس، اوكي. الشيرنج كلاس ممكن يكون شيرنج ترايل، الطلاب يتكلموا، يكون اي جروب واحد يتكلم منه. اهم حاجه الجروب ما يكون فيه ليدر، يعني ما المفروض يو نيد تو تريت ذيم ايكوالي. بعد ذاك تقوم اي واحد يتكلم عن حاجه، او تعمل جروب برزنتيشن، اوكي، او بعد ذاك ديسكشن، او تعمل مايكرو تيتشنج. اللي هو دي من الاشياء اللي انا يعني امبلمنتد، يعني مايكرو تيتشنج، تعطي الطلاب حاجه يمشي يجهزوا زي ربع ساعه ويجوا يعملوا تيتشنج، اللي هو تيتشنج ريال تيتشنج يعني. وبعد ذاك يكون في اسئله، وبعد ذاك المفروض يكون في روبريك توري انه انت لازم تجيب كلام، يكون كلامك الريفرنسز لازم تكون سايتد، ما تجيب حاجه كوبي بيست، الاشياء دي كلها. فكده بتكون نقلته من الليفل اخر ليفل. لو رجعنا للليرنينج كون بتاع ادجار ديل، اللي هو قال لو وصل الطالب لمرحله انه يدرس تيتشنج بيكون وصل ل more than 90% of retaining the information. ف انت دي بالذات في الحاجات الصعبه، الكونسيبت بتاعتها صعبه، دي بتساعد الطلاب، لانه لما هو يدرس بيكون في ديسكشن، بيكون يعني الريتنشن بتاعه بيكون عالي جدا، وفي نفس الوقت الاتنشن بتاع الطلاب ديورينج الكلاس بيكون برضه فيري هاي. الحاجه الثانيه ممكن تستخدمها اللي هو الفليب كلاس روم. الفليب كلاس روم تستعمل نفس الاكتيفيتي، اوكي، لكن الكلاس كله كلها الاكتيفيتيز. الفليب كلاس روم اللي هو قلبت الكلاس، يعني الكلاس العادي بيبدا بال كوندكتنج ذا كلاس، بتاعت الكلاس، بعد ذلك الستودنت بيمشي يقرا.
هنا في الكلاس روم العكس قلبت اول شيء بتعطي الماتيريالز للطلاب ممكن ترفعها في اليورنال الاي ليرنينج او تديهم دايركشن يمشوا يقروا من ريفرنسز او من اي حته والكلاس تخليه فقط للاكتيفيتيز just you need to make sure that students يعني قروا وفهموا والاشياء دي وتشوف تجرب الجاب بيناتهم الطالب ما فاهم تخليه يفهم برضه يكون في ديسكشن يكون يعني ممكن نستخدم نفس الطرق بتاعه الاكتيف ليرنينج ممكن نستخدم الطريقه بتاعه البوك اند ابروتش لكن هنا ما يكون في تيتشنج كلها عباره عن اكتيفيتيز فالفريم ورك اللي استخدمته بتاع الاكتيف او الفليب كلاس روم اللي هو ده موضح هنا وانا استخدمت حاجه اسمها الشيفيل واحده من البروجكتس بتاعتي اللي هو الشيفيل ده عباره عن روبوت اللي هو انت ممكن انت يو كان ريكورد يور كلاس بكاميرا ثابته بتكون موجوده في الكلاس لكن ميزه الروبوت ده انه يعني كان فولو يو اوكي اللي هو الشيفيل ده لو عملنا انا اشتريته يعني من موجود في امريكا الوقت ده بتذكر اشتريته ب 4000 رينجيت 4000 حاجه لكن فيري يوزفول يعني بتثبت فيه الكاميرا او الايباد او اي حاجه زي دي و ات كان فولو يو ده بتقوم بتسجل بيه كلاس الكلاسات دي ممكن تستخدمها كماتيريال لكلاسات اللي هو ليتر ك فليب كلاس ماتيريالز اوكي فالفريم ورك بتاعي بديت بالليرنينج ستايل اول شيء عملت ميجرمنت للليرنينج ستايل بتاع الطلاب الليرنينج ستايل زي ما قلت انا عايز اعرف الطلاب ديل كم في الميه زي ار اكتيف كم في الميه زي ار ريفلكتيف مرات كده الاكتيف ليرنينج بالنسبه لبعض الطلاب ما كويس لانه في بعض الطلاب بيكونوا ريفلكتيف يعني ما بحب الحركه وعايز يفكر براه كده ولكن ديل دائما بيكون نسبتهم بسيطه لكن المفروض تعرف لو عندك نسبه زي دي المفروض تتعامل معاه كيف فبعدك في ناس فيجوال في ناس فيربال في ناس بيحبوا الكلام ممكن يفهم جزء من الكلام احفظ الكلام عديل الشخص الثاني لازم يشوفه اوكي في ثاني اللي هو الثالث اللي انستايل الثالث اللي هو سيكوينشال والجلوبال سيكوينشال يعني شخص لازم يمشي ستيب باي ستيب يعني مثلا البرزنتيشن بتاعي ده في ناس بيكون ما في مول انه اي حاجه عايز يمشي ستيب باي ستيب خاصه بالنسبه للستودنت في ناس جلوبال عايز البيج بيكتشر عشان كده في البدايه المفروض تعطي اذا بتتكلم عن محاضره توري المحاضره بتتكلم عن شنو بصوره عامه دي بتسهل على الطلاب الجلوبال بعد ذاك يفهموا اكثر يعني بيقدر يربط اي حاجه بالبيج بيكتشر اللي اعطيته له في البدايه اللي هو سيكوينشال والجلوبال والاخيره انيشيتيف وسنسنج في ناس لازم يلمسوا الحاجه اللي هو هي مختلفه اللي هو ده واحد من الكلاسيفيكيشن لكن في كلاسيفيكيشن ثاني في كلاسيفيكيشن بتقسموا لثلاثه لكن كلها يعني شبيهه لبعض فالمفروض تعرف الليرنينج ستايل او دي الحاجه اللي انا عملتها عملت ميجرمنت للليرنينج ستايل وعملت منها ببلكيشن وبعد ذاك عملت الشويفيل وبعد ذاك المفروض ليتر اون اعملها كالشويفيل فيديوز دي تكون كماتيريال لفليب كلاس روم يعني ثاني بدل ادرس المحاضره حاعطي الطلاب او حاعطيهم اللينك بتاع الفيديو احضروا وبعد ذاك الكلاس يكون فقط للدسكشن ليرنينج ستايلز اللي هو النتائج بتاعتها ما حاتكلم عنها المهمه وده مثال لفليب كلاس روم فليب كلاس روم ممكن يكون جزء من الكلاس ما يكون كله يعني الون اور ممكن تخلي مثلا اذا كان عندك في جزء من الكلاس ده انت حاسس انه ضيع لك زمن بعدين وما مهم بالنسبه لك تقوم تدي للطلاب مثلا هنا اللي مش حاضر تو فيديوز دي وبعد ذاك في الكلاس المفروض يعني يتكلموا عنها اوكي
وإجابة على الأسئلة دي. وطبعاً بيكون في discussion beyond الأسئلة اللي أنا خطيت اليوم. فالسويفل اللي هو الجهاز عبارة عن روبوت، اللي هو ده الروبوت، وبكون معه application. الابليكيشن زيه زي اي بلاتفورم، لكن بس خاص بالسويفل ده. انت بتعمل اكاونت وبترفع على بترفع على السلايس بتاعتك والفيديوهات، هو بي ريكوردز في الكلاس وبيرفع اوتوماتيك، تلقى الفيديوهات بتاعتك موجوده قاعده. بعد ذاك الميزه زي ما قلت بيختلف من الكاميرا العاديه، لانه في سنسر بتخليه كان فولو يو وفولو الطالب، بيكون في تو مايك، واحد معك وواحد مع المايك. لما يضغط المايك هو بقبل عليه، لما يضغط الطالب هو بقبل على الطالب، انت ضغطته هو بقبل عليك، انت تحركته هو بغير اتجاهه. فا از فيري يوزفول، يعني استفدت منه الان لغايه الان موجود. فده كله زي طيب. السويفل كان الفايل بتاعته اوش في الان كلاس اكتيفيتيز، زي ما قلت بكون في مور ذان وان ماركر، فالطلاب بيكون في انتراكشن بين الستودنتس و الليكشرر. وبعد ذاك ممكن تستخدم في الفليب كلاس زي ما شرحت انا كماتيريالز، وممكن تستخدم في البي بي ال اللي هو البروبلم بيس ليرنينج. البروبلم بيس ليرنينج ده عباره عن شنو؟ البروبلم بيس ليرنينج ما بتدرس اي حاجه، عندك ماده فيها مثلا 4 CLO، اوكي، ممكن كل الماده تعتبرها بروبلم بيز ليرنينج، او تختار سي ال او واحد تقول السي ال او دي انا دايره ادرسها بروبلم بيز ليرنينج. معلش يا دكتور بس ماضي. عشان الناس برضو ما تضيع منك، لما انت تستخدم ابلكيشن زي سي ال او ولا بتاع ورينا الاسم الكامل له بس اساسا الناس تكون متابعه. أيوة. اللي هو السي ال او قبل لما اتكلمت عن الاوتكم بيز ايدوكيشن قلنا بيبدا من السي ال او، عندك كورس معين، الكورس عندك بيكون فيه كورس ليرنينج اوت كم. فعندنا الاو بي اي بصوره عامه، الاوت كم بيز ايدوكيشن عباره عن شنو؟ عباره عن ثلاثه ليفلز، 3 ليفلز. ليفل ده خاص بال اللي هو ده مسؤوليتك انت كليكشر. ليفل مسؤوليه الديبارتمنت وانت بيكون عندك كونتريبيوشن برضه، وليفل مسؤوليه الجامعه وانت ممكن يكون عندك كونتريبيوشن. الليفل الاول اللي هو الكورس ليرنينج اوت كم، انه الكورس بتاعك ده اللي انت بتدرس ده فيه كم كورس ليرنينج اوت كم. يعني شنو يعني الكورس ليرنينج اوت كم؟ يعني الكورس في الاخر الطالب المفروض بعد يخلصه المفروض يقدر يعمل شنو، مش يعرف شنو. اللي هو ده الفرق بين الان وزمان. زمان نحن بنهتم بانه الطالب يعرف شنو، لكن يعرف شنو بعدين ممكن ما يستفيد منه. لكن المفروض هنا الكورس ليرنينج اوت كم بيبدا statement by the end of this course students should be able to do. Do بيكون 3 or 4 course learning outcome. فده المقصود بالكورس learning outcome. دائما المحبز ما يكون اكثر من 4 او لاسباب اللي هو بعدين لما نتكلم لو في زمن حنتكلم ليه ما يكون اكثر من 4 لما نتكلم عن statement. المهم فلما تجي اللي هو الاربع مثلا دي اي واحد بيكون متعلق بشابتر معين في الحاجه اللي انت بتدرسها او بجزء معين في الكورس. يلا لما تيجي تستخدم البي بي ال البروبلم بيز ليرنينج، البروبلم بيز ليرنينج عباره عن شنو؟ بتشيل الكورس ليرنينج اوت كم دي وتحاول تصيغ منها ثيوري او ستوري، اوكي، اللي هو بيسموها بروبلم كرافتنج. يعني بروبلم كرافتنج مثلا انا الكورس بتاعي مثلا بيتكلم عن في كورس ليرنينج اوت كم معينه، بيتكلم عن مثلا الارتفيشال ليفت هاي بيسموها الغاز ليفت في الفيلد، وفيه كالكوليشنز واشياء كثيره، وهو الكورس ليرنينج اوت كم حاجه كبيره. فانت تعمل ستوري وتقول عندنا مثلا فيلد موجود في السودان في افريقيا، وتدي الداتا بتاعته كلها او تعطي ريبورت، مرات ما تعطي الداتا ذاته وتعطي ريبورت وتعمل دايركشن لويب سايتس، اشياء ممكن الطلاب يجيبوا منها داتا. وممكن تحت حاجه يسموها سكافولدنج، حاجات ممكن يعني ريفرنسز، اشياء زي دي ممكن الطلاب انت بتحس انه
scaffolding يعني زي استقالة، ممكن ترفع طالب مستوى الفهم أو مستوى الإدراك بتاع الطالب شوية كده. فالميتا كوي تأكدت إنه الطالب أحتاجته أغلب الحياة بحتاجها، وأديته directions عشان هو يقدر يتحصل على الأشياء اللي أنت ما أعطيته له. دي حاجة زي الأسايمنت بريف كده يا دكتور؟ هو عبارة يعني زي البروجيكت اللي هو قريب للبروجيكت، لكن البروجيكت أنت بتديه لطالب هو عارف المعلومة، يعني عارف النوليدج. يعني ما تقول لطالب اعمل بروجيكت في الحاجة معينة، هو عنده النوليدج ويعمل لي أبليكيشن. هنا هو ده دي طريقة عشان هو يقرا بيها. أوكي. عشان يكتسب بيها النوليدج. تمام. أيوه. فبتعمل حاجة بيسموها البروبلم كرافتنج. ولازم انت تعملها وتعطيها شخص متخصص عشان يراجعها وتتاكد انه اي اديت الطالب اغلب المعلومات واديته دايركشنز عشان تتحصل عليه الداتا اللي هو ما، وبعدك بتخليهم يشتغلوا كجروبس. نفس الحكايه بتعمل الكلاس سيشن بتاعتك دي اذا عندك ساعتين اسبوعيا بس تو ديسكس. يعني مثلا اذا عندك كلاس فيه اربع كورس ليرنينج اوت كم، معناه الكورس ليرنينج اوت كم عبارة عن ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع. الأربعة أسابيع دي كلها أنت ما بتدرس حرف، التدريس بتاعك بيكون أثناء ديسكشن. تجي تقول لهم ها عملتوا شنو، توصلتوا لشنو، واستخدمتوا شنو، والكلام ده صح ولا غلط ولا كده. الطالب بيكون هو قرأ وفهم، الديسكشن بيكون فيه أكثر، والعمل في جروب بيكون فيه أكثر لغايه ما تصل تنتهي من الكورس ليرنينج اوت كم بتاعتك، او كل الكورس ممكن تدرس كبروبلم بيس ليرنينج. فالريسيف الماتيريال برضه ممكن تستخدمها كسكافولد، ما بتكون لان البروبلم بيس ليرنينج ما المفروض تديهم ماتيريال جاهزه، ما تديهم نوتس، لكن تديهم دايركشنز تمشوا الريفرنس الفلاني او تشاهدوا الفيديوهات الفلانيه، لكن ممكن تعطيهم جزء من النوتس او بعض البي دي اف كشغل بتاع سكافولدنج. يعني اذا انت بتعتقد انه في حاجه معينه دي لازم ترفعهم شويه كده، تديهم سقاله بدون اللي هو دي فيها كلام كثير اللي هو في حاجه بيسموها الزد بي دي اللي هو زون اوف بروكسيمال ديفلوبمنت. الزون اوف بروكسيمال ديفلوبمنت ده بيقول لك الطالب هو اللي بصوره عامه ممكن هو يكون في حته وبيقرا وهو مرتاح لكن ما عارف انه هو ممكن يمشي لليفل اكثر. لكن انت ممكن تخليه يمشي لليفل اكثر. مرات في الطالب ممكن يعمل لك حاجه انت يعني ما بتتخيلها ذاته بشنو بالدايركشنز اللي هو الرايت دايركشن وبالسكافولدنج اللي انت بتعطيها له. ف يعني حصلت لي في طلاب كده بيعملوا حاجات يمكن انا ما، او بيجيبوا لي حاجات انا ما عارفها. فالبروبلم بيز ليرنينج زي ما قلت الفليب كلاس روم عباره عن 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 جزء كبير جدا داير ورك شوب، والبروبلم بيز ليرنينج عباره عن برضو عايز ورك شوب او اكثر من ورك شوب. بس السيشن لانه ما لو يعني لو في ناس عندهم اسئله ممكن بعدين نجاوبها، لكن المفروض نمشي سريع عشان يعني. الحاجه الثانيه استخدام حاجه اسمها باوتون اللي هو عباره عن انيميشن تول فور فري، في بقروش وفي فري. وده الحاجه اللي يعني ده انا ما تعبت فيها، خليت الطلاب هم اللي بيعملوا. انا في كورس معين بدرسه وفي كورس ليرنينج اوت كم كله عباره عن ثيوري، ولما بديت ادرس لقيت الطلاب عارفين اغلب الاشياء من ماده اللي هو بري ريكويزيت. فقمت قسمتهم لجروبات وقلت لهم اعملوا بوتون فيديوز كله ال 11 جروب اللي هو تو جروب، كل جروب فيه سب جروبس. اوكي الجروب الاول خليته يعملوا شغل بتاع سكتشنج ودروينج عشان تكون كل الحاجات اوريجينال، ما يجيبوا حاجات من النت والاشياء زي. الجروب الثاني يشيلوا الاشياء دي السكتش والاشياء ويمشوا يسجلوا، هم لازم يكون صوتهم موجود، ويعملوا الفيديو يتكلم عن ال 11 حاجه دي اللي هو بتغطي السي ال او. وبعد ذاك برضه عملت اناليسيس بتاع البرسبشن بتاعهم. يعني الشغل بتاع الانجينيرنج اديوكيشن يعني ميزته الانجينيرنج اديوكيشن ريسيرش
اي حاجه ممكن تعمل منها ببليكيشن. ده انا عملته ببليكيشن من البرسبشن بتاع الطلاب، الاكسبيرينس المروا بيها دي بالنسبه لهم كانت كيف، هل استفادوا منها لايك وديسلايك. وهنا عملت كويشنير وعملت مقارنه للنتائج بتاعتهم، وعملت مقارنه النتائج بتاعت الاو بي، وعملت ببليكيشن وطلعت السنه دي اللي هو بيبر. ف ده كل اللي عملته، اللي هو دي الحاجات اللي عملوها، الفيديوهات الان موجوده اونلاين، وده الكويشنير اللي عملته، واستخدمت كوانتيتيف كواليتيتيف داتا اللي هو دي من الاشياء الان اكتسبتها من ما ممكن القاه في الانجينيرنج، وعملت الاناليسيس. هو ده اكزامبل لواحد من الفيديوهات. اوكي سوري. وأربع دقائق لكن ندي الدقيقة الأولى فقط. اوكي ده اللي هو ما في زمن اللي هو ده من الحياه، ده واحد ثاني اللي هو عمله زي 11 فيديو زي ده، وبعد ذاك رفعتها في اليوتيوب موجوده. ف يعني دي من الحياه، بدور انه الطالب ممكن تستفيد منه. اللي هو ده قبل ما اتكلمت عن الانجيجمنت قلت اخر مرحله في الانجيجمنت اللي هو الستودنت بارتنر شيب، اللي هو بيبدا الانجيجمنت بيبدا من الكونسلتيشن، طالب يبدا يسال يعبر عن نفسه والاشياء دي، بعد ذاك الانفولفمنت يبدا يعمل تو بي مور اكتف، بعد ذاك البارتيسيبيشن، واخر مرحله اللي هو البارتنرشيب. البارتنرشيب ده اللي هو مصطلح جديد انه تو تريت ستودنتس از بارتنر، يعني الستودنت ممكن تديه رول بتاع التيتشنج حقيقي، وده دايما بيستغلوا الناس بتاع الاديوكيشن. ومش الاديوكيشن بس، في الاديوكيشن في البوست جرادويت مع الاندر. فانا جربته في الاندر وطلعوا حاجات حلوه، و الاحلى منها كانت ديسكشن يعني. طيب دي المرحله الاولى اللي هو الكورس ديليفري، وكيف تعمل هاو تو امبلمنت الاكتيف ليرنينج والفلوب كلاس روم والاشياء دي، اللي هو يعني ما حتكون مفهومه للناس بصوره، لانه اي حاجه فيها ديتيلز كثيره جدا. لكن بصوره عامه كورس ديليفري. المرحله الثانيه يو نيد تو بي انوفيتيف ان ستودنتس اسسمنت. ف ستودنتس اسسمنت لما اتكلم عنها، الاسسمنت بنقسمها ل تو تايب اوف اسسمنت، في الصمتيف اسسمنت وفي الفورماتيف اسسمنت. الفورماتيف اسسمنت ده اللي هو ده نون جريدد اسسمنت، اللي هو بتعطي للطلاب وبس عشان تعرف، عشان تعرف الليفل اوف اندرستاندينج وتو امبروف الليفل اوف اندرستاندينج، تعرف عنده مشكله تحاول تحلها له. ده بيكون بالكويشنز، بتستخدم الانفورمال كوبريتيف ليرنينج، وبتستخدم بعض التولز موجوده اونلاين، وبتستخدم حتى الكويز العادي ممكن تستخدمه لكن يكون نون جريدد. لكن لازم الكويز هذا لما تستخدم كفورماتيف اسسمنت تخليه حاجه كده اتراكتيف للطالب. اول شيء هو يشعر بالاطمئنان الحاجه دي ما جريدد، لكن في نفس الوقت تخليه هو يجتهد. ده الفورماتيف اسسمنت. الصمتيف اسسمنت اللي هو ده الشغل بتاع التيست والفاينل اكزام والجريدد كويزز والاساينمنت والاشياء دي. واهم حاجه فيه الفاينل اكزام، اللي هو الفاينل اكزام عندنا وي نيد تو فولو واتس كولد بلوم تاكسونومي،
بلوم تاكسونومي ده اللي هو بي بي بيقسم لك الليفل اوف اندرستاندينج للور اوردر ليفل اوف اندرستاندينج وهاير اوردر، اللي هو بيبدا من الممبرينج اوكي، بعد ذاك الاندرستاندينج الابلاين الابلكيشن او ابلاينج الاناليسيس، بعد ذاك السينسيسيس، واخر حاجه الايفالويشن. فانت في الفصول الاولى مثلا اولى ثانيه بنركز اكثر في اللور اوردر، يعني تكون في الريمبرينج اندرستاندينج لغايه ابلكيشن، لغايه ما نصل للسنه الاخيره المفروض يكون اللور اوردر اوف ثينكينج دي تكون مينيمم ما اكثر من 10%. كل الشغل يكون عباره عن اناليسيس وايفالويشن وسينثيسيس. ف دي بوضحها البروم تاع في تاكسونومي ثاني اسمه السولو تاكسونومي برضه في 5 ليفل، لكن اغلب الناس بيستخدموا البلوم تاكسونومي اللي هو معروف لناس الادوكيشن وناس الانجينيرنج ادوكيشن. والمفروض الاكزام فيتنج اللي هو تقريبا عندنا في السودان لازم الاكزام يراجعه ليكشر الثاني، لكن هنا بيكون في كوميتي يعني ريال فيتنج اللي هو مراجعه دقيقه جدا للمحتوى. بعد ذاك في اشياء كثيره، في تيبس كثيره، مثلا الاكزام مثلا في السودان بتلقى مثلا الكويشن بيبدا ب وات واي ويا، دي ما المفروض تكون موجوده، المفروض كلها البدايه تكون حسب البلوم تاكسونومي اللي هو الكي وورد بتاعت البلوم تاكسونومي. مثلا تقول لي وات از، المفروض تبدا مثلا ستيت او اكسبلين او اشياء زي دي. ولازم يكون هو ريفلكتنج للليفل اوف اندرستاندينج المعين. مثلا ده تتكلم عن الليفل اوف اندرستاندينج للسؤال اللي المفروض يكون مثلا انالايز اناليسيس، المفروض تستخدم الكي وورد بتاعت الاناليسيس اللي هو من ضمنها انالايز اكسبلين اشياء زي دي. فكلها فالبروسيس بتاعت الاكزام عندنا هنا يعني طويله جدا. الاكزام المفروض تبدا بريبريشن في الاسبوع الخامس. الاكزام بريبريشن انا برضه حضرت ورك شوب، يعني ما حاجه ما سهله، فيها في تيبس كثيره جدا يعني عشان يكون الاكزام ده ريلايبل، يكون فير ويكون ان لاين من البدايه. انا قلت الاكزام او الاسسمنت المفروض يكون ان لاين مع الديليفري، الكورس ديليفري او الانستراكشن، ومع الكورس ليرنينج اوت كم. فدي كل الاشياء شود بي كونسيدر. فده بالنسبه للسماتيف اسسمنت اللي هو بيختلف في الاشياء دي. الفورماتيف اسسمنت ده نحن اللي بنعمله في السودان، يعني هناك عندنا الاسسمنت عشان شود بي جريدد. فبالنسبه للفورماتيف اسسمنت برضه المفروض شود بي انوفيتيف والمفروض يكون اتراكتيف للطلاب. فمن الاشياء انا استخدمتها مثلا سماتيف اسسمنت خاصه بالنسبه للاونلاين اديوكيشن، اوكي مثلا استخدمتها اللي هو ده ويب سايت اسمه جوباردي لابس، اوكي ممكن تعمل جيمز للطلاب. عشان دي واحده الكورس ده كان سنه 2016 تقريبا، وقسمت الطلاب ل جروبس، وبعد ذاك 3 تيمز يعني كل تيم. بعد ذاك الاسئله يعني از expressed in term of money، يعني في جوائز قروش، اللي هو قروش يعني موك ماني، ما قروش حقيقيه. فحسب صعوبه السؤال بيحطي مثلا السؤال السهل بيكون ب 100 رينجت مثلا، ووديه للجروب. بعد ذاك يعني بيدي الكلاس فيري، يعني بيكون في فيري هاي انتراكشن وانجيجمنت بالنسبه للطلاب. الاشياء زي دي يعني اول شيء تحافظ لك على الزمن، فانا اكيد بالنسبه للطلاب بتكون يعني محبوبه. ليه؟ لانه هو شيء
ما graded. اوكي. الحاجه الثانيه الطالب بفكر انه بدل يعني بدل يحاسبوا عليه اللي هو الجريد ده الطلاب ده بيعتبروه كمحاسبه، فهو ريوردد حتى لو القروش دي هي قروش خياليه، لكن بحس السنس بتاع انه عمل حاجه بمقابل، وبكون فري الكومبيتيشن. فده من الاشياء اللي ممكن الناس تعملها برضو. اوكي. ده كانه استخدام للجيميفيكيشن في الكلاس. ايوه اكزاكتلي اكزاكتلي جيميفيكيشن اللي هو ده واحد من الجيميفيكيشن. وبرضه عندنا بيبر في الجيميفيكيشن، استخدام الجيميفيكيشن في التيشي. ده ويب سايت برضه اسمه منتيميتر. اوكي. ان بوك حاسس ممكن اي واحد يمشي menti.com لو يدور خشة مشى menti.com. السؤال انا ما كتبته، المفروض اكتب السؤال. طيب ممكن تمشي menti.com menti.com. الناس مشت كلها؟ ايوه نعم. يلا دخل الكود ده. تمام. الرقم 974371. تمام. في multiple choice question. ايوه ممكن ترد حسب فهمك اللي هو البوك اند ريليتد للبوك اند ابروش اللي انا تكلمت عنها في البدايه. الادفانس اورجنايزر احنا بنستخدمها لشنو؟ فدي من الاشياء الحاجه المهمه هنا ممكن تستخدمها اثناء الكلاس. اول شيء فري و يعني بيعطيك instantaneous evaluation للطلاب وفي فيدباك، وبعد ذلك حيكون في ديسكشن واشياء زي دي. الكود انا حكتبه للناس هنا ده لانه ما سالوا منه، هو 974371. فاي واحد ممكن يمشي لمنتي منتيميتر، هو اسمه منتيميتر دوت كوم، تعمل اكونت بعد ذلك بتستخدمه في كاسسمنت. طيب عايز الناس يحضروا الفيديو ده اللي هو اضحكوا، لكن في غرض برضه من بعض الضحك. الصوت بتاعه ما طالع يا دكتور. الصوت بتاعه ما واصل يا دكتور. دكتور ميسرة. دكتور الصوت بتاعه ما طالع، الصوت ما مسموع. ما في صوت؟ الصوت ما واضح، ما طالع. الناس انت ما سامع؟ ما سامع انا، ما اعرف لو الناس دي كلها ما سامع الصوت هاي. حاجة غريبة. طيب يكون من شنو؟ كده ارجع له ثاني من البدايه. الصوت هناك، شوف العلامه بتاعت الصوت ذاتها في البلاير. عمو هو في صوت بس سرسار بسيط يعني، ما واضح. ما خلاص لو في موجود في يوتيوب ولا في حته ممكن تاخذ اللينك بتاعه؟ لا هو موجود، لكن انا قطعته بس النقطتين دي اللي انا كنت عايز اسال انه which one is formative assessment و which one is summative assessment. فهو واضح وكنت عايز الناس تضحك يعني. نعم. هو قطع لانه الفيديو طويل يعني، قطعت
مشهدين بس عندهم علاقة بالمحاضرة. كده ممكن تعلي الصوت من عندك من الجهاز بتاعك، ممكن يكون الصوت واطي من جهازك، وأعيد تشغيله تاني. لا فلنا الصوت. أوكي. تمام، برضو ممكن يكون من الزوم. طيب الزوم ده يكون مني ولا منك؟ لا لا لا، من الزوم انت مستخدم يكون الانترنت من اوديو، ما مستخدم الاوديو بتاع الجهاز بتاعك. في محمد سليمان ده رافع يده، هل في حاجة لها علاقة بالصوت هنا ولا شيء؟ محمد سليمان؟ محمد سليمان رافع يدك؟ طيب يا طيب دكتور امشي ممكن تواصل بس عشان نمشي خلاص بسرعة. تواصل، شايف الزوم اتاخر، هنمشي سريع في الباقيات دي. تمام. ده لكن خد طيب راحتك بس، بحيث انه الفكرة تصل بصورة كاملة، اساس انه اي واحد من الزملاء لو جه راجع للفيديو ده يكون يعني مغطي له كل الحاجات المطلوبة من عنده. خلاص انا عملته كتجميع لاشياء كثيره، يعني اي واحد ممكن بعد ذاك ليترون يكون عايز سيشن، فما عنده مشكلة إن شاء الله ممكن نفصل في ما يحتاج تفصيل إن شاء الله. طيب ده الـ Outcome Based Education اللي هو اللي شرحته، إنه يكون عندك بالنسبة للكورس بيكون في كورس ليرنينج أوتكم، أو مرات بيسموه كورس أوتكم، فبكون سي ال أو أور سي أو. أوكي، بعدها عندك البروجرام أوتكم اللي هو ده بالنسبة لكل البروجرام، يعني الكورس ليرنينج أوتكم أي كورس بيكون عنده ثلاث الاربع كورس ليرنينج اوت كام دي، بتكون كل واحد او اثنين يكون تو كونتريبيوت لبروجرام اوت كام اللي هو البروجرام ككل، مثلا بتروليوم انجينير او مثلا كمبيوتر ساينس، بيكون عنده عدد من الاوت كامز. الاوت كامز دي تكون في حدود 10 ل 12 اللي هو كلها، يعني اغلبها تكون اكستراكتد من الابيد. الابيد عندهم زي تقريبا 12 كورس ليرنينج اللي هو بروجرام اوت كم، يعني اي بروجرام عنده 12، يعني اي مين الانجينيرنج بروجرام. يلا بعد ذاك اي كورس، ما هو الغرض شنو الغرض؟ انه البروجرام اوت كم دي المفروض الطالب بعد يتخرج يكون عنده المقدره يعمله كلها ال 12 دي. يلا يعملها كيف؟ بيكون عنده مثلا بيدرس 50 كورس. اي كورس بيكون فيه ثلاثه اربع كورس ليرنينج اوت كم، الاربعه دي المفروض تكون تو كونتريبيوت لعدد من البروجرام اوت كم ال 12 دي. فلما يتخرج المفروض كل البروجرام اوت كمز دي يكون هو بالنسبه له هي اتشيف. اوكي؟ فده بيعملوا له ميجرمنت اثناء الطالب هو بيقرا. بيعمل ميجرمنت من وين؟ من الاكزام او من الاسسمنت اللي بيتعمل ده ذاته. يلا البروجرام اوت كمز زي ما قلنا هو ده اندر الاوثوريتي بتاع الديبارتمنت. انت كاديوكيتر ممكن يكون عندك كونتريبيوت فيه، لكن اللي بيهمك انه الكورس ليرنينج اوت كم بتاعتك دي المفروض تحققها. يعني من الكورس ده المفروض مع نهايه الكورس انت تكون متاكد انه غطيت كورس ثلاثه او اربعه كورس ليرنينج اوت كم. البروجرام الهيد او الديبارتمنت المفروض يتاكد انه كل البروجرام دي اتغطت. يلا الانستتيوشن بصوره عامه عنده هيسموه البروجرام اللي هو دي برضه في ديبارتمنت البروجرام ايدوكيشن اوبجيكتيفز. اوكي، لكن البروجرام ايدوكيشن اوبجيكتيفز دي عندها علاقه مع الميشن والفيشن بتاعت الانستيتيوت ككل. اوكي، فدي بتكون عاده بتكون زي اثنين، البروجرام ايدوكيشن اوبجيكتيف مثلا البروجرام ايدوكيشن اوبجيكتيف بالنسبه لنا هنا اللي هو تو. الاول انه ده اللي هو البروجرام ايدوكيشن اوبجيكتيف دي بيعملوا لها ميجرمنت بعد 5 سنة من التخرج. دي الاثنين الميجرمنت اثناء التخرج، لكن ده بعد 5 سنة من التخرج. بعد 5 سنة من التخرج المفروض الخريج ده يكون الامبلويبيليتي مثلا تكون اكثر من 80%.
اوكي الليدر مثلا يكون 2 او 3%. يلا بعد 5 سنه بيعمل كويشنير للطلاب يشوفوا هل فعلا تحققت الحاجتين دي. اذا تحققت معناه وي نيد ذا دكتور. دكتور ميسرة. دكتور ميسرة. شكله في عطل فني من دكتور ميسرة له علاقة بالإنترنت. لانه فجأة البرزنتيشن اختفى ودكتور ميسر الصورة بتاعته اختفت. ننتظر بس الدكتور لحد ما يجي راجع. في هذه الأثناء بالنسبة للناس الحضور هنا لو في أي واحد عنده استطراد ولا نقطة من النقاط الفاتت اللي ذكر الدكتور في البرزنتيشن ممكن الناس يعني تبريزها تعمل فول اب فيها. انا شايف هنا في عدد من الدكاتره والزملاء اللي هم يعني في الاديوكيشن بصوره عامه في دكتور احمد الحسن وعندنا ان شاء الله سيمينار بعد بكره عن التعليم الطبي تحديدا في حته الكريكولوم ديفلوبمنت. فلو في اي واحد لحد ما دكتور ميسر يرجع ثاني ممكن تستخدم خاصية رفع اليد. في مداخلة هنا في الشات من دكتور عبد الله صالح يقول بعد هذه الطرق قد يصعب تطبيقها إذا كان عدد الطلاب كبير، هل هناك معايير لتطبيق طرق التفاعل وتصنيفها بناء على إمكانيات التطبيق وعدد الطلاب؟ لو في طيب محمد سليمان. السلام عليكم دكتور عمر. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يديك العافية، فرصة سعيدة دكتور. محمد سليمان رئيس المكتب التنفيذي لجمعية المهندسين السودانيين المنطقة الشرقية السعودية. يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا. الله يديك العافية يا باشمهندس، صراحة يعني لقاء مفيد ودورات جدا، تشكر مجموعة الباحثين السودانيين على الجهود المقدرة. يعني صراحة احنا بنعكس التعليم الهندسي في السودان وجودته كده زي ما قلت، التعليم في السودان كله باسيف نت اكتف يعني. نعم. لانه الطالب بياخذ اشياء في الكتب وكده، لما نجي في المعامل او في الجامعات ما موجوده، لكن الناس اضطروا الى التعليم الاونلاين. ولسه احنا في السودان بالحظر والحاجات، لسه البرامج زي الزوم والسكايب لسه احنا معذور في السودان. ما هي الطرق التي تدعم او المقترحات لدعم التعليم في السودان باستفاده من خبراتكم مع الجامعات السودانيه؟ وشكرا. تمام، احنا السؤال ده حتضطر تقوم تعيده بعد ما دكتور ميسر لانه كان عنده خلل فني، طلعت وجيت راجع، فيا ريت الله يحفظ الشطه للجهاز. اوكي، الحمد لله على السلامه. شكرا لك يا باشمهندس محمد. احنا ان شاء الله السؤال بتاعك بالبي ادرس مع نهاية البرزنتيشن كجزء من النقاش وكذا. شكرا لك وشكرا لكل المهندسين في المنطقة الشرقية. طيب دكتور ميسر تواصل؟ والله ما باقي كثير، نحاول نواصل. تفضل. حصل كراش ليلة. الباوربوينت ما راضي يشتغل ولا شنو؟ فتحته ثاني. اوكي.
اوكي ف الكلام معلش الجاي بس لو رجعت السلايد القبوله دي في الحته بتاعت انه بعد 5 years ولا كده يكون الامبلويبيلتي ريت 80% الى اخره، يا ريت بس الحته دي لو غطيتها كويس. اللي هو ده كمثال يعني، ممكن تاخد اي اوبجكتيفز بتاعك على حسب الانستتيوشن، حسب الفيجن والميشن بتاعت الجامعه ككل. فبالنسبه لنا احنا عندنا تو بروجرام education objective، واحدة عندها علاقة بال employability، واحدة بال leadership تقريبا. ف بتعمل ليها measurement بال questionnaire، تعمل questionnaire لل طبعا المفروض يكون في monitoring للطلاب دي مما يتخرجوا، انت تكون عارفهم وين يتعين وكيف يتعين ما يتعين. وبعد 5 سنة تقوم مثلا 2020 تشوف الطلاب اللي تخرجوا 2015 ترسل لهم questionnaire يملوا، تشوف نسبتهم لتعينوا كم. و لا سوري، التو بي او بالنسبه للبتروليوم اللي هو واحده بالليدرشيب المفروض يكون 2% وسطو ليدرشيب كمانجر او يعني مانجيريال ليفل. الثانيه يكون عدد الطلاب الانفولفينج في الكوميونتي سيرفيس عايز زي دي. ف المهم تعمل كويستيونير، اذا if they meet the 2PO معناه البروجرام سكسسفول. اوكي هو طبعا ما في فيل وباس هنا، لكن بس عشان تتاكد من ان الاوبجكتيف بتاعتك اتحققت. اما دير اللي هو السي ال او او الكورس ليرنينج اوت كم والبروجرام اوبجكتيف، اللي هو دير بروجرام ايدوكيشن اوبجكتيفز وده بروجرام اوبجكتيف او بروجرام اوت كم. اوكي ديل اللي هو بيحصل لهم ميجرمنت بتاعت الكلاس والبروجرام، الميجرمنت اثناء الكورس. اوكي اثناء البروجرام، اثناء الطالب يعني في الجامعه اللي هو من الكورسات المختلفه. مفهومه عادل؟ اي تمام واضح، تفضل. اوكي يلا، مثلا احنا اللي بنعمله عندنا تول، عندنا سوفت وير فيه كل الكورسات بتاع البروجرام معين، مثلا بترو انجينير كل الكورسات موجوده وما فيها الكورس ليرنينج اوت كام. مثلا ده الكورس اللي انا بدرسه او كنت بدرسه، فيه 4 كورس ليرنينج اوت كام وفيه 3 بروجرام اوت كام. يعني ال 4 كورس ليرنينج اوت كام دي زي contributing ل 3 بروجرام اوت كامز من ال 12، اللي هو كل البروجرام اوت كامز تقريبا بتكون في حدود 12، من 10 ل 12. اوكي اللي هو البروجرام اوت كامز دايما بتكون في جزء منها عنده علاقه بالفاندمنتالز، انه البروجرام ده يحقق الفاندمنتالز بتاع الماثماتكس والاشياء دي، وجزء عنده علاقه بالديزاين، يعني الطالب يكون بيقدر يعمل ديزاين، جزء عنده علاقه بال HSE اللي هي السيفتي انفايرمنت، جزء عنده علاقه بالتيم وورك. المهم ال 12 دي ثابته يعني. الكورسات اللي بتاخدها دي كل كورس كونتريبيوتنج ل 2 او 3 بروجرام اوت كمز. كل الكورسات مع بعض المفروض يعني في الاخر ما يكون عندنا بروجرام اوت كم ما تحقق. يعني اذا كان عندك 40 مثلا سبجكت engineering subject، ال 40 دي واحده فيها 4 160، ال 160 دي كلها تكون غطت ال 12 دي، يعني ال 12 دي كلها تكون اتغطت، ما في يكون كورس. مثلا قبل لما تكلمت عن الكابستون بروجكت، الكابستون بروجكت اذا كان ما في مثلا كابستون بروجكت معناه عندنا البروجرام اوت كمز اللي عنده علاقه بالتيم وورك ده ما تحقق. عشان كده لازم يكون في كورس بيحقق في بروجرام اوت كام عنده علاقه بالسيفتي، فلازم يكون في سبجكت تتكلم عن اتش اس اي تكون بتغطي الاشياء دي. دي موجوده اصلا في السيستم. بعدك انت بتدخل الاسسمنت بتاعتك، الاسسمنت كومبوننت. مثلا في الكورس كان عندي 1 اساينمنت 1 كويز، اللي هو دي السماتيف اساينمنت، ما الفورماتيف. الفورماتيف انت بتعمل كميه كبيره لكن ان جريدد. اوكي
فبتدخل الجريدي، عندك وان اساينمنت، عندك وان كويز، عندك تو تيست وفاينل اكزام، التوتال 100. بتعرفها لل سوفت وير اي واحد بكم درجه، الويت بتاعه كم، واي واحد بيغطي which course learning outcome. اوكي، بعد ذاك التوتال المفروض كله يديك 100. اوكي، وكل الكورس learning outcome تكون اتغطت. اوكي، اللي هو ده بعد ذاك ديل الطلاب. اوكي، انا غطيت اسماء الطلاب والماتريك والستودنت. بتشوف اي طالب اي كورس learning outcome هو حقق كم في المية او كم من الكمبونت المعين. مثلا الكمبونت ده، الكمبونت ده الاول ده بعشرة اللي هو عبارة عن كويز او اساينمنت. اوكي، فده سبعة من عشرة كده. في الاخر المفروض تشوف الطلاب اللي عندهم مشكلة في تغطية الكورس learning outcome يعني تتناقش. طيب ده كله ده برضو منتي. Can go to menti.com and select your answer using the code. الكود ظاهر بالنسبة لكم؟ أيوة الكود واضح، أنا هكتبه هنا، ده اللي هو 6 5 5 2 6 8. تمام. اوكي، ده اخر سلايد. ده question and answer. معلي زي ما قلت الان الكونتنت كثيره جدا، فحتكون في حاجات كثيره ما واضحه، لانه يمكن اي سلايد هنا عايز له سيشن برا. والله احنا دايرين كل سلايد ان شاء الله نعمل لها سيشن برا، لانه الموضوع ده فيري يوسفول للزملاء يعني في السودان وحتى الخارج السودان. يعني زي ما قلت انت الانجينيرنج اديوكيشن كفاكولتي ولا ككوليدج 2004 يا دوب بدات في امريكا، مش كده؟ نعم، جديد يعني. فانتوا بتعتبروا من البايونيرز يعني في المجال، وبالتالي لازم يعني تو باس الاكسبيرينس دي لزملائنا الموجودين يعني في كل مكان، حتى في الدول المتقدمه قد يكونوا ما مشوا في الموضوع. طيب اوريدي يعني. اي والله كتر خيرك يعني، ما شاء الله برزنتيشن شحمانه جدا، واحنا محتاجين نفصل فيها اكثر، ومحتاجين كمان انه تنضم لنا في الانيشيتيفز بتاعت الاي ليرنينج القايمين بها الاخوان دكتور محمد الحسن ودكتور محمد حسن من كليه الطب جامعه الشارقه. عندهم سيريس من 5 محاضرات، عملنا 2 والثالثه بعد بكره يوم الاثنين ان شاء الله. بالمناسبه اغلب المحاضرات دي حضرتها يعني. ممتاز. محاضرات قيمه جدا يعني، بتاعت الاستاتستيك ما شاء الله استفدت منها جدا. ايوه ده دكتور اياس. ايوه، وبتاع في بتاع لا 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 العمل البتروليوم ايكونومي اللي هو التحليل الاقتصادي لاسواق النفط. ايوه نعم، باشمهندس محمد واحد كان وبتاعت ناس قطر ما شاء الله برضو. نعم، بتاع ودي فرصه كويسه جدا، لانه الناس زي ما قلت لهم الكورونا ادت فرصه للناس انهم كلهم زي ما بيقولوا شنو يبدوا يعملوا ريسيت للكاونترز ويبدوا يشعلوا الامور بصوره مختلفه يعني. طيب هنفتح المجال للناس الموجودين في الجلسه هنا. في دكتور رغيه حمد، تفضل يا دكتور. عملي ام ميوت لنفسك من هناك، انا حافك الميوت يا شباب كل الناس الموجودين في الجلسه. يا ريت لو اي زول ما داير يتكلم يعمل ميوت لنفسه، انا حافك الميوت من هنا على اساس انه الناس تتداخل طوالي. طيب دكتور رغية، الصوت بتاعك ما طالع من عندك هناك. طيب في سؤالين كان اطرحوا هنا ده في اثناء البرزنتيشن بتاعتك. السؤال الاول اللي هو قال لك انه معظم الطرق اللي بتكلم عنها انت في الاكتيف ليرنينج دي قد تكون يعني نعم، ده دكتور عبد الله صالح، بعض هذه الطرق قد يصعب
تطبيقها اذا كان عدد الطلاب كبير. انا شايف قبل شويه لما انت تقدر تورينا الاسسمنت بتاع الطلاب عندك 58 طالب، 58 طالب يعتبر عدد كبير للطلاب مش كده؟ والله اذا كان لديك عدد كبير من الطلاب كم 80 في جروب كم 80 طالب والجروب الثاني 57. فقال لك هل هناك معايير لتطبيق طرق التفاعل لتصنيفها بناء على امكانيات التطبيق وعدد الطلاب؟ هو صحيح كل ما كان الكلاس صغير يعني عدد الطلاب بسيط بيكون مور يعني مور افيشنت، لكن حتى العدد الكبير المشكله بتكون محكوم بالزمن انت، لكن ممكن تخلي مثلا تحاول تفولو البوك اند موديل ده، والحاجه بتقدر تغطيها كويس، ما بتقدر تغطيها تقوم تديها لهم كفليب كلاس، فده كده بتكون انت سيف تايم في نفس الوقت الطلاب استفادوا فائده اكثر من انه تدرس التراديشنال وين. فاي مشكله عندها حل يعني انا اتعاملت مع دفعه فيها كم 80 لو انت شايف واستفدت منهم وعملوا حاجات كويسه، فممكن ديل اندر جراديويت مش كده؟ اندر جراديويت كلهم لانه في العاده الفليب كلاس ده اعتقد انه مستخدم اكثر في الجراديويت ستودنتس. يعني بس اتذكر لما عملنا الماسترز في كوريا كان البروفيسور بيجي يوزع الكتاب عباره عن تشابترز، كل زول عليه تشابتر تقدمه انت. نعم صحيح، هو مر يعني افضل طبعا لانه البوست جراد مور ريلايبل يعني ممكن، لكن حتى الاندر الان الفيلم كلاس حتى في المدارس بيستخدم. نعم فهو يعني انت ما بتخليهم 100% يعتمدوا على نفسهم. نعم يعني الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها اثناء السيشن دي بتكون زي ريبليسمنت للكلاس عادي، بعدها تشوف لو في مشكله في الفهم فعلا ممكن تاني تعمل ريبليسمنت للكلاس بكلاس ثاني. دكتور سمير يعني بيوافق النقطة دي، بيقول إنه استخدام الفصول المقلوبة يسهم بشكل كبير لتغطية العدد الكبير من الطلاب. صحيح. برضو في دكتور عبد الله صالح بيقول إنه في نقطة مهمة جدا وهي إن الطلاب بيكونوا failure avoiders بدلا من success seekers. وبالتالي اهتمام الطالب وهدفه يختلف من طالب إلى آخر، ده بخصوص الأسسمنت. نعم صحيح، عشان كده بقول لك واحده من الثيوريز بتاعت الادوكيشن في الانجينير ادوكيشن في تو ثيوريز، اللي هو حاجه بيسموها هاو بيبل لير، الحاجه الثانيه كونستركتيف الاينمنت. كونستركتيف الاينمنت هاو بيبل لير دي بقول لك الادوكيشن بصوره عامه بيعتمد على فور سيلز، اوكي اللي هو النولج والاسسمنت، و المهم واحده فيهم الاخر حاجه الكوميونتي. الكوميونتي بتتكلم عن شنو؟ عن انه يقول لك يو نيد تو كرييت ا سيف انفايرمنت بالنسبه للطلاب، الطالب ما يخاف من يتكلم او شيء، ما يخاف انه يشارك في الدسكشن، واهم حاجه ما يخاف من الاسسمنت. يعني الاسسمنت بالنسبه لنا زي ما قلت في السودان يعني زي بعبع، هو سمتيف بس يعني الفورماتيف اسسمنت ده ما اظن بس دي مشكله انه في السودان بنعتمد على السمتيف اسسمنت، فعشان كده المفروض تكتر الاجراءات بتاعت الفورماتيف اسسمنت عشان الطالب يتعود على انه الاسسمنت ده عباره عن اسسمنت، يعني ما حاجه مخيفه كده لذلك. تمام، في دكتور سمير، دكتور سمير عنده مداخله، تفضل يا دكتور. السلام عليكم، اسعد الله مساءكم جميعا، سعيد بوجودي معكم اليوم في هذا المرة. مرحبا بك دكتور احمد والزملاء كلهم. انا بصراحه لا اريد ان اطيل خاصه اني عندي ليس بذاك الجوده، ولكن ما احببت ان اذكره يعني مثل ما ذكر الدكتور ميسره الفصول المقلوبه وتوظيفها في العمليه التعليميه بشكل عام. انا قبل ان ادخل في الفصول المقلوبه انا اشكر والله الدكتور ميسره على ما قدم، يعني عندنا في عندنا كثير من بعض الزملاء لا يؤمنون بنظريات التعليم، فكيف المختصين في الهندسه يقولون هذا الشيء؟ انا بصراحه سعيد بما قيل وسعيد بما ذكر. انا بس في نقطتين اود ان اذكرها. صحيح اننا قد نواجه اشكاليه في بناء فصول مقلوبه بشكل جيد، ولكن حتى نحصل الى هذه النقطه هناك مفهوم مميز او مفهوم دارج اللي هو مفهوم التصميم التعليمي.
كيف أستطيع أن أصمم الشيء بشكل صحيح، كيف أستطيع أن أصمم المادة التعليمية بما يتناسب مع احتياجات الطلاب وبما يتناسب مع قدراتهم. تصميم التعليمي فيه له عدد من النماذج، يمكن أشهر نموذج موجود فيها نموذج ID اللي هو يبدأ بالA Analyze اللي هو التحليل، ثم الديزاين، ثم الديفلوب، ثم الامبلمنت، ثم الايفالويشن، ثم الايفالويشن. طبعا الايفالويشن موجود في كل المراحل، فورماتيف ايفالويشن وسمر. فكل ما كنت اريد ان ابني تعليميه وعدت الى هذه النقاط كل ما استطعت. طبعا اهم نقطه في هذا البرنامج كامل اللي هو الانلايز، الانلايزنج، التحليل. عندي حاجتين مهمه يجب ان اراعيها، وذكر الدكتور ميسر جاب البوك اند او الفصل المقلوب عندي او قبل المهمين. الشيء الاول بماذا يتخصص هؤلاء المتعلمين، وهنا نعود قليلا الى علم نفس النمو، حيث انه خصائص المتعلم يختلف من مرحله. الصوت من عندك دكتور أيضاً. سمير بيختفي، الصوت بيختفي وبيرجع. خلونا اغير مكان، اتوقع مكاني هو اللي فيه اشكاليه برضو. يا ريت لو قدمت نفسك برضو على في ناس بيتابعوا عبر الفيسبوك، يعني فين الافيليشن بتاعك والاورجنايزيشن؟ انا يا طويل العمر استاذ مشارك في جامعه تبوك قسم تقنيه التعليم في الادوكيشن تكنولوجي المملكه العربيه السعوديه. يا هلا ومحبك. الله يخليك. صوت اختفى دكتور سمير. أي شيء لابد أن نراعي متأخرة. ونفس الشيء لما أجي عند مرحلة الطفولة، مرحلة الطفولة أو المدارس الابتدائية الموجودة في المملكة العربية السعودية تختلف داخل المملكة أيضا، لأنه خصائص البيئة. فلذلك في أمر آخر يجب أن أراعيه اللي هو التحليل البيئي اللي هو SWOT analysis، نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات الموجودة حتى أستطيع أن أحلل بشكل صحيح. متى ما كان التحليل صحيح كل الأمور التي بعدها ستمشي بشكل جيد. بعد ذلك أبدأ أصمم التصميم الأولي، بعد ذلك أبدأ أطور بعرض التصميم على الخبراء وعينة استطلاعية. واللي درس ماجستير يتذكر لما كنا نسوي الاستبانات ولا نبني الأمور هذه نعرضها على الدكاترة علشان يقيموها لنا ويحكموها، هذا رأي الخبراء. بعد ذلك بعد ما أقوم بالتطوير أبدأ بالتنفيذ. وفي كل المراحل الأربعة هذه اللي عدت الفورماتيف إيفالويشن موجود للتحسين والتطوير والتجديد. وبعد التنفيذ يكون هناك السمرتيف إيفالويشن اللي بعده أيضا أحصل على نتائج، أحصل على قيم أقوم باستخدامها لإعادة الدورة من جديد بالتحليل للتحسين والتطوير. شكرا لك دكتور ميسرة، بصراحة سعدت بما استمعت إليك اليوم. عندنا أخواننا مجموعة عندكم في تبوك تقريبا في الآي تي نفسه، دكتور عثمان عبد الله وعاصم عبد الله، عاصم عبد الله الشيخ، معروفين طال عمرك، معروفين والله، ومن المميزين والرائعين. أنا سعيد بوجودي معكم اليوم والله، نحن الأسعد، وأتمنى أني أفدت في جزئية. وشكرا لك دكتور ميسر، شكرا لك فعلا، بارك الله فيك، كلامك فعلا كلام شخص متخصص ما شاء الله. يعني عندنا نفس كل الأشياء دي فعلا، لا اذا كان الفليب كلاس روم او الكوبريتيف ليرنينج بصوره عامه بيعتمد على الفريم ورك بتاع. فعندنا في يو تي بي عندنا حاجه اسمها الكوميونتي اوف براكتس، اللي هو زي الشيرنج لداخل الجامعه في سيتال نفسه، كله اسبوع تقريبا واحد بيقدم، فبتقدم منه انت عايز تعمل شنو والديزاين بتاعك اللي هو الفريم ورك حقك، وفين يعني يتم النقاش والأشياء دي. وبرضو الـ CQI اللي تكلمت عنه برضو بنطبقه هذا في الـ تقييم الكورسات نفسها. وعندنا حاجة اسمها Reflection زي ما تكلمت عنه قبل، اللي هو الـ Peer Reflection والـ Student Reflection والـ
والسيلف ريفليكشن، انت برضو المفروض تعمل ريفليكشن لنفسك، ده جزء من الكي بي اي حقنا. يعني لازم نهايه السنه لازم يكون في سيلف ريفليكشن للماده اللي انت درستها، تكون فير فيها، يعني توري انه يعني الاشياء الجميله اللي انت عملتها والكونسينس والاشياء دي. وفي في الريفليكشن في طرق كثيره برضو من الطاعه، في حاجه اسمها جيبس ريفليكشن سايكل اللي هو قريبه للكلام قريبه للسي كيو اي. ف يعني طبعا الايديوكيشن الانجينيرنج علم كبير جدا، لكن الجزء الاكبر منه الخاص بالايديوكيشن، والخاص بالايديوكيشن اغلبها يعني حاجات صعب، اللي هو احنا شغلنا الانجينيرنج ايديوكيشن شغل بتاع الابلكيشن للايديوكيشن في الانجينيرنج، احتمال يكون في لاك كبير يعني في النولج ثيوريز مثلا، حاجات الديب دي بالنسبه للانجينيرز ممكن تكون ما الا شخص متخصص انجينيرنج اديوكيشن. تمام. ما شايف انا في سؤال كان في الفيسبوك، سال واحد بيتكلم عن عن الفورماتيف اسسمنت بالنسبه للكيميكال انجينيرز، فرديت عليه قلت انه الفورماتيف اسسمنت اصلا ما فيه درجات، يعني هو فورماتيف على اساس ايوه بيلد ماسلز للستودنتس ويعرفوا يعني المطلوب منهم وكده، في حاجه تشبه السامتيف اسسمنت. في محمد سليمان اللي هو من الشباب الانجينيرز او رابط المهندسين السودانيين في المنطقه الشرقيه في السعوديه، فمحمد تفضل. السلام عليكم دكتور انور، السلام عليكم دكتور ميسرة، شكرا جزيلا على المحاضره القيمه، وزي ما قلت عملت تريجرنج في محلات كثيره، يعني حتى الزول بدا يقدر يفكر كيف انه يدرس، يعني انه حتى زي ما قلت الدراسه ومواصله العلم وكذا، يعني تحاول تكيف نفسك على المعلومات اللي ادتنا لها وكذا. طبعا انا عندي سؤالين. السؤال الاول بالنسبه لل زي ما قلت احنا في السودان ما عندنا التعليم الاكتف، عندنا الشغل بتاع الباسيفس، وانا لاحظت برضه في الزملاء اللي معانا كده المساعدين التدريس او الدكاتره الموجودين لسه بالحياه القديمه، ما اعرف الحياه دي ممكن نستفيد منها في الحياه الاونلاين اللي بقت متاحه في الفتره الحاليه لتطوير في السودان، مقترحاتكم شنو؟ الحاجة الثانية، احنا كمهندسين يعني او كخريجين جامعة من الجامعات من السودان او مهندسين سودان لسه عندنا ضعف في السوفت سكيلز، يعني ما قاعدين حتى في التعليم او مخرج التعليم ما كان في تركيز واضح على السوفت سكيلز، يعني زي ما قلت اللي بنشتغل على الهارد سكيلز وي ار سترونج ان تكنيكال، بس ان سوفت سكيلز نيجوشيشن مانجمنت ليرنينج ضعيفين، يعني ممكن تلقى زول ما شاء الله عليهم عنده دكتوراه وكل حاجه لكن عنده ضعف في السكيلز بتاعت السوفت سكيلز. شكرا جزيلا. تمام، بارك الله فيك. طيب بالنسبه للسؤال الاول، يعني نعم الناس تحاول تستفيد من الاونلاين الريسورسز، يعني في تولز كثيره خاصه في مجال الاسسمنت موجوده فري اوف تشارج، يعني اللي هو مثلا زي الانتيميتر اللي انا قدمته ده، في حاجه في كلاس ميكر، في كاهوت، دي كلها اشياء موجوده فري ممكن تستخدمها، في سقراطيف، في كم تولز، يعني تولز كثيره ممكن تستخدمها في الاسسمنت، وحتى في الريكوردينج في الليكشرينج ذاته الديليفري اللي هو الكورس ديليفري، في ممكن تستخدم الزوم ده اللي هو برضه في فري لغايه كباسيتي معين. وفي تاني في تولز بتستخدمها اللي هو بيسموها اون ديماند ريكوردينج، او يعني الحاجه اللي هو بتعمل بيها فيديوهات ما في انتراكشن، نوت لايف، ما لايف انتراكشن، اللي هو من ضمن اليوتيوب نفسه. وفي سكرين اوماتيك، دي كلها فري ممكن تستخدمها. الحاجه الاهم انه الاكتيف ليرنينج ما شرط يكون عندك ريسورس بتاعت انترنت، يعني اغلب التول اللي هو انفورمال كوبريتيف ليرنينج اللي قلت 20 اللي هو تستخدمها في البوك اند
الادفانس اورجنايزر والانترميديت ديسكشن والكلوجر دي كلها ما تحتاج للانترنت، ممكن تستخدمها اثناء الان بيرسون كلاس يعني الفيس تو فيس انتراكشن، بس عشان تزيد بيها الانتراكشن وتزيد بيها الانجيجمنت بتاع الستودنتس. ده بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني السوفت سكيلز، فعلا في مشكله كبيره عندنا كخريجين من السودان في السوفت سكيلز، وهي مشكله عامه يعني في اغلب الدول. المشكله الان هي ظهرت، احنا بنتكلم عن السوفت سكيلز، ظهرت هي بيسموها الجلوبال سكيلز، يعني زي ما قال المتنبي كل ما انبت الزمان القناطر ركب الناس للقناطر سنانه، يعني الناس دارت تحصل نفسها عشان تعمل السوفت سكيلز يطلعوا لنا حاجه يسموها الجلوبال سكيلز اللي هو تهتم بال يسموها السستينابيلتي ومعارف الجلوبال وورمينج والاشياء الجديده دي والشغل بتاع الايكونومي، يعني المفروض تكون تفهم في السياسه تفهم في اي شيء. ففعلا دي مشكله كبيره، لكن المفروض يعني وي نيد تو فولو العالم، لانه احنا بنخرج خريجين عشان يشتغلوا، وانا الجوب ماركت عايز السكيلز دي، على الاقل السوفت سكيلز دي المفروض الناس تهتم بيها. فعلا في مشكله كبيره والله في الخريجين السودانيين في السوفت سكيلز، المفروض should be included in في الـ، هي موجوده مثلا في الـ في البروجرام outcomes، لما تمشي تقرا بتلقى مثلا ال 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 التيم وورك المفروض يكون البرزنتيشن سكيل في مواد المفروض تنمي البرزنتيشن سكيلز، لكن ان براكتس يعني الرياليتي ما في فيها مشكله، يعني فيها مشكله حقيقيه. لكن تقريبا الجيل الحال الجديد افضل مننا نحن الاشياء دي. طبعا برضو يعني نوري الشباب انه عندنا عدد من الترينينجز والوركشوبس والاكتيفيتيز في السودانيز ريسيرشرز، يا هي مهتمه بالسوفت سكيلز والديفلوبمنت، احنا بنحاول نعمل كاباسيتي بيلدينج لكل الشباب الطلاب والباحثين اليافعين وحتى السينيور ريسيرشرز في الحتات اللي بيكون فيها جابس، لانه كلنا محتاجين لانه نتطور ونتطور باستمرار. عندنا مشكله كبيره جدا في الكونتينيوينج بروفيشنال ديفلوبمنت، وعندنا مشاكل في السوفت سكيلز تحديدا الكوميونيكيشن سكيلز، يعني في ناس كتار جدا عندهم كونتنت كويس، عندهم بروجكتس ريسيرش ممتاز جدا ببلش بيبرز، لكن عنده مشكله في الكوميونيكيشن. فالساينس كوميونيكيشن زي ما بيقولوا انه الساينس از نوت كومبليت انليس اتس كوميونيكيتد، فبندرب برضو الشباب على الببليك سبيكينج، لانه دي التول اللي هتستخدمها انت في انك تكوميونيكيت الساينس ولا الريسيرش فايندينج بتاعتك. فبرضو بنعمل لنا حاجات اكتيفيتيز بناء على الديماند بتاع الممبرشيب في الجروب. فاسر هنا ويل سند سيرفي لكل اعضاء الجروب اللي هم قريب 600 الف عضو، هنرسل لهم على الحاجات المحتاجين فيها تدريب، وعملناها قبل كده، يعني عملنا تدريب مثلا بتاع ايلتس بناء على طلب عدد كثير جدا من الطلاب والباحثين في المجموعه، وانتهينا بانه قدمت لنا الباشمهندس ساره سيد احمد اللي هي كان محرز المجموعه الكامل في الايلتس، جايبه 9 من 9، قدمت تريننج للناس في موضوع الايلتس. فقدر ما يكون في ديماند لحاجه محدده سكيل محدده ولا كده، بنحاول نرتب لها يعني تريننج. فباشمهندس محمد برضو انتوا كشباب يعني في جمعيه المهندسين السودانيين في المنطقه الشرقيه، ممكن برضو تتعاون وتقول والله احنا محتاجين تريننج، لانه الواضح انه الناس تكنيكالي كويسين، يعني مهندسين سودانيين اطباء سودانيين كويسين، لكن محتاجين ديفلوبمنت بسوفت سكيلز وحاجات بتكون لاكينج لها في اليونيفرسيتي. الاسبوع الفات كان عندنا يعني قبل العيد بالضبط كان عندنا محاضره عن من طبيبه عن هاو تو بريك ذا باد نيوز، فهي نفسها استاذه في جامعه العلوم والطبيه بتقول انه هي حاجه ما درست لحد ما تخرجت من كليه الطب، ما درست الكوميونيكيشن سكيل الكافي بحيث انه تقول للمريض والله انت عندك سكري، والله انت عندك سرطان، لا قدر الله انت عندك كده، خصوصا في ايام كوفيد 19 دي، وفي ناس بيفتكروا الموضوع ده استيغما، فبينتج عنه انه الكوميونيكيشن سكيل يبقى عباره عن ضرب بين الاساتذه ولا بين المرضى والدكاتره وكده.
ففي حاجات محتاجين انه to be addressed حتى بعد الناس, it's never too late, حتى بعد ما الناس تخرجت من الجامعة ولا دخلت الحياة العملية. فدكتور ميسرة والله كتر خيرك كثير جدا جدا على المحاضرة الوافية, وزي ما قلت التقبيل انه كل سلايد منا محتاجة لورشة, وهنا طالبوا الناس الموجودين هنا في الشات قالوا انه يا اخي محتاجين انها تتفصل المحاضرة دي في شكل ورش منفصلة, ونطلب منك الكلام ده, هل بتقدر توفي لهم الطلب ده؟ والله ان شاء الله مبدئيا كده أربع بعيد ما عندي مشكلة, وزي ما قلت معانا يعني زملائنا هنا احنا زي 6 سودانيين في جامعة بتروناس. ممتاز ما شاء الله, يعني كلهم عندهم النولج بتاعة الاكتيف ليرنينج دي, لانه هنا ده يعني ده البراكتس بتاع التيتشنج الحقيقي. ف ان شاء الله ممكن نعمل ارينجمنت معاهم ونحاول نعمل بريك داون نحصل اكثر ان شاء الله. تمام, في دكتور عبد الله ولا في زول رفع يده؟ انا ما شفت اليد اترفعت وثاني اختفت. دكتور عبد الله, دكتور عبد الله عملناك ام ميوت. في برضو رحاب جعفر, تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام دكتور. انا استاذ محاضر في كلية الهندسة الكهربائية. صراحة هي نحن مشكلتنا الكبيرة الاسكيلز بتاعت الجامعة, يعني انا بعرف ناس دكتورة. انا في جامعة النيلين كلية الجزيرة. في كذا جامعة. تمام, لان بس ما سمعنا الجامعة هي المشكلة. لا ولا يهمك. طيب هي المشكلة نحن السكيلز بتاعت الريسيرش دي للأسف لحد هسه نحن ما عندنا, لا يعني حتى الأندر جرادويت والبوست جرادويت فيها مشكلة هنا في السودان, خصوصا في الفترة بتاعت العشر سنين الفاتة دي اللي أنا يعني الحقيقة لاحظتها. بالإضافة للسكيلز بتاعت الأكتف دي نحن برضو هي ما عندنا, والمشكلة الأكبر من كده إنه هي بتختلف. يعني هي ما حاجة ستاندر ثابتة مثلا في السيستم بتاع الكلية, هي بتختلف من أستاذ لأستاذ. فبتلقى الطالب ذاته العملية بتاعت السكيلز بتاعت الكوميونيكيشن هو ما عنده, فلما اجي انا اعمل له يجي ثاني استاذ غيري يعمل له, بتحس انه هو بيخاف من المحاضرة بتاعت اللي انا بلقيها لانه فيها زي ما بقولوا زرة يعني. فما بعرف انا مشكلتي الاساسية انه هي مشكلة الريسيرش, يعني انك كيف تعمل ريسيرش بطريقة كويسة, كيف انك تتحصل على المعلومة الدائرة باقصر الطرق وبأحسن الإمكانيات. في هنا في السودان للأسف ما في, عشان كده أنا بقول عايزة ورش مفصلة للحاجة دي للأساس عشان يقدروا إنه هم بالذات بيكونوا الخط بيقطع من عندك يا دكتورة. وفي سكن والعمم على جميع الأساس السوري, يعني بكرر تاني الطلب بتاع إنه إحنا يعني إنه كيف تعمل ريسيرش بطريقة كويسة, وإنك كيف تنمي الإسكيلز بتاعتك عشان تحصل على الحاجة اللي أنت عايزة بطريقة مرتبة, لأنه إحنا مشكلتنا الأساسية اللي لاحظتها زي ما قلت لك إنه إنك تعمل ريسيرش بطريقة كويسة كيف. شكرا لك وإن شاء الله يعني نتواصل معكم. شكرا لك يا أستاذة. طبعا في البداية المفروض ما تهتم بموضوع الريسيرش. طبعا أنا تكلمت عن الانجينيرينج إدوكيشن ريسيرش, لكن مرحلة الأولى البراكتس نفسه المفروض تحاولي تبراكتس في تكنيكس موجودة في الأكتيف ليرنينج والكوبريتيف ليرنينج. فدائما الناس تبدا بالكوبريتيف ليرنينج, اللي هو الكوبريتيف ليرنينج نفسها فيها 3 ستيج. اوكي, الاول اللي هو الانفورمال كوبريتيف ليرنينج. الانفورمال كوبريتيف ليرنينج ده اللي هو ده الاسهل, اللي هو ممكن تستخدمه عشان تعمل بيسموه اللي هو البوك اند ابروتش, كجزء من البوك اند ابروتش. الكوبريتيف ليرنينج عباره عن تكنيكس بسيطه جدا وبتاخذ زمن, ويعني ببلشت في كمية كبيرة جدا منها, لكن في كوليكشن بتاع 20 كده
ذات الألوان أكثر استعمالا، فأنت ممكن حاولي تبدي بها، وبعد شوية بتلقي نفسك عملتي داتا. اللي هو داتا بتجي من وين؟ بتجي من الكمباريزون بتاع البرفورمانس للطلاب، لما تعمل تو أبلاي واحدة من الميثود دي تشوفي ممكن تتحصل على داتا من الأوبزرفيشن فقط، تلاحظي إنه الطلاب دي اللي حصل لهم شنو، والنتيجة دي تقومي تحاولي تربطيها بين الثيوري الموجودة في الإدوكيشن. تحتاج تقري شوية كده وتعملي نتوركينج مع ناس الإدوكيشن. الحاجة الثانية الريزلت بتاعت الطلاب، والحاجة الثالثة الأو بي إي لو بتعملوا الأو بي إي أسيسمنت، والحاجة الرابعة والمهمة الشغل بتاع الكويستيونير. تعمل كويستيونير سيرفي للطلاب، تسأليهم من الكويستيونير المفروض يعني انتم ما بدام الحكاية عندكم اوبشنال، المفروض تعمليها قبل ما تقول لهم يا اخي رايكم شنو افضل مدرس بطريقة اكتف جروبينج ديسكشن حاجة زي دي، وانتم تعملوا تيتشنج مايكرو تيتشنج والاشياء دي، والله بتفضلوا الطريقة الباسيف. الحاجة اللي انا لاحظتها اغلب الطلاب في البداية ما بحبوا الشغل بتاع الاكتف ليرنينج، لانه ما عايزين يعني يتحملوا جزء من المسؤولية بتاعت التيتشنج، ما عايزين لود عليهم. لكن لما يبدوا ويعملوها يعني بتلاقيهم زي ار انترستد في الحكاية دي، وبيجوا يتجاوبوا في الاخر. لما نعمل الكويستيونير بتاع البرسبشن، يعني قبل انا ما عرضت الريزلت بتاع البرسبشن بتاع الطلاب اللي عملوا الباوتون تول ده، لكن 93% من الطلاب كانوا يعني معجبين جدا بالتجربه، رغم انه في البدايه كان ريزيستنج، يعني في جزء من الطلاب يعني ما عايزين الحاجه جاهزه، زي ما قلنا قبل لما ورينا المودلز، قلنا في تو مودلز، الموديل بتاع البوريت موديل، يعني عايزين الحاجه جاهزه لسبون فيدينج. لكن لما نخش التجربه ونشوف فوائدها، ويعني يكون في ريال يعني انفولفمنت فيها، بيعرفوا قيمتها. فلو سالتيهم ثاني حقول لك احنا بنفضل طريقه الاكتيف ليرنينج من انه الواحد يقعد ويسمع الاستاذ وكده. حتى بيكون في فرق يعني ملاحظ في البرفورمانس بتاع الطلاب. فالكونكلوجن في البدايه انت ركز على البراكتس، حاولي باي طريقه حتى لو بديت بجرعات بسيطه، بعد ذاك ليترون بعد ممكن سنه سنتين هتلاقي ان في عندك ريسورس بتاع داتا كثيره جمعتيها من الاوبزرفيشن ومن السيرفي ومن الريزلت كومباريزون الاشياء دي. والله يا دكتور برضو انا دار اضيف انه يعني المساله دي بتكون مجهده للاستاذ، بالذات لو كان الاستاذ يعني مشغول بحاجات كثيره، واحنا عارفين الظرف بتاع يعني كل درسنا في جامعات في السودان الامور ما سهله، لكن في ناس بيبذلوا جهد لدرجه انه بيعملوا بيرسوناليتي تيست للستودنتس قبل ما تبدا عشان يعرف يا اخي والله التايب الليرنينج ستايل بتاع الستودنتس، يعرف انه والله يا اخي الستودنتس دي لايك تو ورك ان جروب، وبعدين منها بيقدر يكون الجروبس على اساس انه والله لو في بيرس هيشتغلوا مع بعض، لو في جروبس. والحته اللي ذكرتها هي المهمه جدا بتاعت انه الجروب ما المفروض يكون عنده ليدر، والا حيكون عندك اليوزوال سسبكت اللي كل مره هو اللي بيتقدم عشان يقدم البرزنتيشنز، والباقيين بتلقاهم يعني في سايلنت مود. صحيح مش كده؟ يعني دي واحده فعلا واحده من التيبس بالنسبه للكوبريتيف ليرنينج، الجروب فورمينج. هو الكوبريتيف ليرنينج بيقول لك ما المفروض تسميه جروب، هو تيم، لان الفرق بين التيم والجروب، الجروب ده انت بتديهم جوب وبعد ذاك اي واحد بيكون عنده انترست مختلف، مو دارين تو كومبليت ذا جوب. التيم زي كومون اوبجيكتيف، واي واحد عنده رول معين اوكي، لكن ما عندهم ليدر. يعني حتى اللي بينظم الشغل ده ما بسموه ليدر، بسموه كومنتر اوكي. ف وبعد ذاك يعني من التيبس يقول لك الجروب في حاجات كثيره، يعني من ضمنها يقول لك الجروب ما المفروض يكون فيه بنت واحده، وان فيميل. يعني لما تكون وان فيميل كل الشغل بتكون حاسه بانها سترينجر يعني في الجروب، فبتقوم بالشغل كله عشان تثبت. نعم ايوه. لكن لما يكونوا تو بيكون في زي كومبيتيشن،
يعني ف يعني دي من الاشياء. بس في حاجات كثيره يعني في برينسيبل 5 برينسيبل المفروض تكون. فالكوبريتيف ليرنينج ده ورك شوب براوي يعني. الكوبريتيف ليرنينج انه الطلاب يشتغلوا في جروب في تيمز اوكي، تبدا من الانفورمال والفورمال والجروب بيست كوبريتيف ليرنينج. احنا كل الحاجات دي دايرينها دكتور بعدين تفاصيل لنا فعلا في ورش عمل لانه ايوه. بس عايز اعلق على حكايه انه الطلاب هي لود فعلا على الاستاذ، لكن لود في البدايه فقط. بالضبط. في البدايه انت بتحس بيها حاجه كبيره جدا، لكن لما تبدا بتكون لك روتين في يعني انت بتكون اوريدي عرفت الريسورسز وين، عرفت الدايركشنز المفروض تمشيها، وبيكون عندك زي as built يعني directions جاهزة. فما حتتعب، لكن في البداية فعلا صعبة. البداية صعبة فعلا. تاني حاجة هي جزء برضو من الكواليتي المفروض انها في الجامعات وفي المعاهد العليا وحتى المدارس. انت في النهاية لك certified وqualified teachers على اساس ان انت الجامعة بتاعتك ذات الرانك بتاعها ولا المدرسة reputation بتاعها. مهم جدا صحيح. جدا انه يكون عندهم كواليفايد تيتشرز. والكواليفايد تيتشر ولا الزول الكومبتيتيف ده بيجي بيضيف للمؤسسه بتاعته لانه بيبذل جهد كبير جدا. لكن زي ما قلنا نرجع ثاني انه في السودان الظروف بتكون مختلفه والزول بيكون يعني متنازع جاري بيجاي 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 كلنا. لكن لو بدا يعني حتى هو في العالم كله شغل جديد يعني هسه في ماليزيا يمكن انا في يو تي بي I joined UTP 2015 بدأ 2015 يعني في UTP. فالآن ما شوف فيه ماشي كبير يعني في 5 سنة تقريبا. والجامعة بتاعكم ما شاء الله الرانك بتاعها عالي. أيوة الرانك بتاعها عالي. وبعدين الشغل بتاع ال 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 teaching and learning development ما شوف فيه كويس. فهي يعني ماشي سريع في الرانكينج. نعم. الان اخر رانكينج 480. اي لما هو صار المودرن ايديوكيشن ده انت بس تثبت جدارتك يعني. في جامعات بتكون بدت يعني قبل سنوات بسيطه جدا لكن بتبدا بكواليتي عاليه وبالتالي بتكون وينر يعني. ما اظن التعليم الحديث ده كله فيه والله يا اخي انا لو بديت جامعتي مثلا لها 300 سنه ولا 500 سنه it doesn't matter اكثر من انك انت والله البرودكت بتاعك اللي بيطلع للسوق العمل الليرنينج اوت كمز بتاعتك روابط الخريجين. لانه انت قبل ذكرت انه انت بعد 5 سنوات محتاج تعرف طلابك ده وين، منهم المشى الاكاديميا، منهم المشى الاندستري، منهم العمل ماسترز عمل بي اتش دي وعمل وين، والبوبليكيشنز بتاعته شكلها. دي كلها حاجات جايه منك انت مش كده؟ صحيح. طيب في برضه هنا ده تعقيب تقريبا مداخله من مظفر خليفه بيقول انه بيقول لك شكرا دكتور ميسا على المحاضره القيمه حقيقي في السودان مشكله مواكبه الطرق الحديثه بالتعليم وبتمنى والثانويه مهمه جدا في السوفت سكيلز المهارات لسوق العمل. يا ريت القائمين على التعليم في جامعاتنا يلتفتوا للحاجه دي. اداره الجامعات والكليات تتبنى سياسة تطوير التعليم وطريقة التدريس من أجل أجيال قادمة مسلحة المهارات المطلوبة والمواحدة لواجهة الحياة بعد الجامعية سواء كانت عملية أو المواصل المجال الأكاديمي. عندك تعقيب على المداخلة؟ والله كلامه صحيح، لكن يعني نتوقع بعد ما تحسن حال الأستاذ الجامعي يكون في تغيير يعني في البراكتس. يعني زمان الأساتذة جارين وراء لقمة العيش. نعم. إن شاء الله مع زيادة المرتبات الوضع يتغير يعني. والله وحتى زيادة يعني هنا تغيير الليدرشيب بتاعت الوزارة والتعليم يتوقع كله كله فيكت إن شاء الله. نأمل إن شاء الله يكون كله خير الأستاذ والتعليم العالي في السودان يعني. طيب مظفر رافع يدك، أنت عندك مداخلة؟ تمام. طيب عاوزين لينك يا دكتور للمحاضره بتاعتك دي لو رافعها في جوجل درايف ولا حاجه الاساتذه طلبوها. السلايد نفسها السلايد كويس. تمام. لو بس ترسلت لي اللينك بعدين في درايف ولا كده انا ممكن اعمل لي شير مع الناس. خلاص كويس برفع. تمام.
ما في زول انا شايف هنا ده ولا حتى في فيسبوك ما شاف لي مداخله ثاني. واضح انه الناس معجبين جدا جدا بالمحاضره القيمه دكتور والله، يعني نيابه عنهم كلهم نشكرك شكر جزيل، ونتمنى انه تكون دي يعني زي ما بيقولوا اول محاضره في سلسله جايه عن اللي هو الجينيريك اديوكيشن او الاكتيف ليرنينج بصوره عامه، انت والزملاء معاك في بتروناس هناك. نتمنى ذلك والله، ونتمنى ذلك، ونحن مستعدين ان شاء الله للمواصله، فعايز ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الحضور التابعوا عبر الفيسبوك والحضور الموجودين هنا من الاساتذه والزملاء الاكاديميين والاكاديميات، وان شاء الله نلتقي بكم في انشطه جايه. عندنا الاسبوع في وشنا ده يوم السبت ان شاء الله عندنا محاضره عن النيرو ساينس، عن النيرولوجي. يوم الاحد عندنا جلسة مع أطباء متخصصين نفسيين عن الحاجة المفروض تحصل في أثناء الكورونا. يوم الاثنين عندنا السلسلة الثالثة، الجزء الثالث من محاضرة التعليم الطبي، هتكون عن تصميم المناهج الطبية بالنسبة لل يعني في خلال كوفيد وبعد كوفيد 19. وأتمنى إنه الناس يعني لو عندها أي محاضرة أي ورشة عمل تتواصل معنا، ونحن جاهزين دائما لتقديمه. شكرا جزيلا للجميع، ونشوفكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.